على الطريقة البرتغالية الصارمة، كيروش مدرب المنتخب يحدث تغييرات كبيرة في قائمة منتخب كيروش بقرارات شخصية ما بيبصش فيها الانطباعات والعواطف الجماهيرية، قرر انه يعمل تغييرات كتير في قائمة المنتخب اللي جاية. مش فارق معاه اسماء كبيرة، فارق معاه بس جودة لاعبين بيخدموا افكاره. عشان كده هنشوف محترفين اكتر، هنشوف مفاجآت في لاعبين محليين جدد واستبعاد جديد للاعبين مهمين. الراجل واخد قرارات واضحة ان المنتخب مش هيبقى فيه غير اللاعب اللي بجد، اللاعب اللي يدي كتير وبجودة محترمة. مش هيبص لنجوم أهلي ولا زمالك، هيبص بس على نجوم وأبطال حقيقيين، مش أبطال من ورق أو بمعنى أكثر تطورا، مش أبطال هاشتاج وترند. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من رقم 10. عايز ابدا حلقتي النهارده بكواليس مهمه فيما يدور في عقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني بالنسبه لقائمه المنتخب القادمه. هقول لكم شويه حاجات واعرفوا منها من القائمه اللي جايه الكلام ده كان مظبوط ولا مش مظبوط، والايام قليله على القائمه القادمه ان شاء الله. كيروش اول حاجه بيفكر فيها انه مستوى اللاعبين المحترفين في أوروبا حتى لو في أندية مش كبيرة في رأيه عندهم تطور في المستوى عن اللاعبين المحليين كلهم كلهم بدون استثناء. هو شايف أن اللاعبين المحترفين مهمين وبيخدموا أفكاره وبيخدموا الحاجات اللي بيشتغل بيها. ده واحد، يبقى هو مؤمن ومقتنع جدا باللاعبين المحترفين أكتر من اللاعبين اللي موجودين في الدوري المحلي. اتنين، كارلوس كيروش بيدور على لاعبين جدد يخشوا المنتخب لأول مرة. عشان كده حضراتكم هتشوفوا في القائمة القادمة لمنتخب مصر لاعبين ربما لأول مرة هيبقوا موجودين مع منتخبنا الوطني. ده اتنين. تلاتة، كارلوس كيروش لسه بيدور على ظهير أيمن. آخر فترة ما كانش مقتنع بباهر المحمدي أو بمستوى باهر المحمدي ومحتاج يدعم بظهير أيمن جديد. هو بيبحث في الدوري المصري عن ظهير أيمن لمنتخبنا الوطني، ممكن برضو نشوف عنصر جديد. رابع حاجة، مجدي قفشة، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، لسه الراجل مش مقتنع قوي بنسبة 100% بمستوى محمد مجدي قفشة وبمستوى محمد شريف. والراجل قال للمقربين منه في الجهاز الفني اشمعنى أنا الناس انتقدتني وهجمتني لما استبعدت محمد شريف، ولما موسيماني عمل كده محدش عمل معاه نفس اللي اتعمل معايا. هو لسه مش مقتنع بيهم بنسبة 100%، ولكن ده مش معناه ان هم مش هيبقوا موجودين في قائمة المنتخب القادمة، ممكن واحد منهم او الاتنين، بس هو مش مؤمن قوي بقدرات الاتنين. مش بيقول ان هم لاعبين سيئين، بس مش شايفهم يخدموا افكاره مع منتخب مصر. ده بالنسبة لما يدور باختصار شديد. انا بحب اقول لكم الحاجات في نقط، ممكن احكي معاكم يمين وشمال وفوق وتحت، انا عايز اقول لكم باختصار.
راجل مؤمن جدا بالمحترفين اكتر من اللاعبين المحليين، بيدور على ظهير ايمن ومش مقتنع لسه 100% بمحمد مجدي قفشه ومحمد شريف، وبيدور على عناصر جديده لمنتخب مصر، ومنتخب مصر المعسكر اللي جاي القائمه اللي جايه هيبقى فيها لاعبين او لاعبون جدد من الدوري المصري الممتاز. خامس حاجه، الراجل الايام اللي جايه بيتكلم كتير مع معاونيه، بيتكلم كتير مع الجهاز الفني لمنتخب مصر عشان يبداوا شويه يشوفوا اللاعبين الشباب اللي في الكره المصريه. هو عايز يعتمد على شباب، بيقول لهم يعني بيقول للمساعدين اشمعنى في منتخبات فيها لعيبه عندها 17 و18 سنه، ليه منتخب مصر ما يبقاش عنده لاعب عنده 17 و18 سنه؟ فهو بيدور على لعيبه صغيره يدعم بيها منتخبنا الوطني. حاجه كمان، لو محمد الشناوي ما لحقش المعسكر القادم لمنتخبنا الوطني، فالعين على الهاني سليمان تحديدا انه يبقى ثالث او حارس ثالث مع منتخبنا الوطني. ده كل ما يدور في عقل البرتغالي كارلوس كيروش، وحبيت ابدا حلقه النهارده بهذا الامر عشان حضراتكم ما تتفاجئوش. انا بصراحه ما اكذبش عليكم، يعني المعسكر الماضي اتفاجئت جدا زيكم باستبعاد محمد مجدي قفشه واستبعاد محمد شريف، ولكن الراجل ادى وعمل مباريات كبيره وعمل مباريات ممتعه. المهم بالنسبه لنا ايه؟ المهم بالنسبه لنا ان منتخب مصر يكسب. يختار مين هو حر. شايفين ان فلان وفلان نجوم كبيره وهم نجوم كبيره فعلا، بس ده احنا اللي نشوفه. هو مش شايف كده براحته، المهم يكسبنا. لما ما يكسبناش، لما النتائج تبقى وحشه، لما الاداء يبقى وحش، نيجي نقول له انت ازاي خدتش فلان وخدت فلان. ده الكلام المنطقي والكلام الطبيعي. انا بس قلت لحضراتكم ما يدور في عقل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، والايام اللي جايه ممكن تقول كتير جدا في القائمه. خدوا بالكم، انا بحترم جدا المدير الفني اللي بياخد قرار من دماغه، مش حد يزقه، وده ميزه الجهاز المعاون بصراحه، الجهاز المعاول لمنتخبنا الوطني، مش حد يزقه يقول له ايه ما تاخد فلان ولا فلان عشان الجماهير ما تزعلش منك ويبقى في غضب عليك، طب ما تاخد فلان وهات علان عشان ترضي ده وترضي ده. خدوا بالكم، اللي عمل كده اللي عمل كده قبل كده خسر وقدم نتائج سيئه جدا، والامثله كتير. لكن المدرب اللي ياخد قرار من دماغه ده مدرب محترم، وده مدرب نثق فيه، وده مدرب ان شاء الله ينجح مع منتخبنا الوطني. انا مش قلقان على المنتخب مع كارلوس كيروش، حاسس انه ربنا هيكرمنا. الراجل اللي ما بيشتغلش بمجاملات، ما بيشتغلش بموائمات، ما بيشتغلش بمعادلات احنا بنحسبها وبنعملها مع نفسنا، خد كام اهلي وخد كام زمالك وجاب من البيراميدز قد ايه ومن الاسماعيلي فين. المدرب اللي يعمل كده اعرف على طول انه ينجح، اعرف على طول. يعني في النهايه، في البدايه وفي النهايه، انه الناس اللي بتعمل كده بتشتغل شغلها حقيقي. اصل هو الحدوته فين يا جماعه؟ القصه فين؟ وده بيحصل في كل فرق العالم وكل منتخبات العالم. انت بتشوف مين اللعيب اللي يتطوع، شوفوا التعبير او الوصف، اللي يتطوع على طريقه لعبك وخطتك. ممكن لعيب يبقى رائع جدا مع فرقته بس ما يأديش مع المنتخب عشان طريقة المنتخب وطريقة لعب المدرب والطلبات اللي بيطلبها المدرب تبقى مختلفة عن الطلبات اللي بيطلبها منه مدرب النادي اللي بيلعب فيه. فده لازم حضراتكم تبقوا فاهمينه ولازم تبقوا شايفينه. مثلا وعدي حضراتكم مثل واضح، محمد شريف مع الأهلي، موسيماني حب يغير طريقة اللعب قدام الإسماعيلي ولعب بتلاتة أربعة تلاتة. لما غير طريقه اللعب او 3 4 2 1 بشكل ادق، يعني اللي هي 3 4 3 ومشتقاتها، لما لعب بالطريقه دي لقى ان محمد شريف مش هيخدم الفكره، رغم ان هو هداف الفرقه، رغم ان هو هداف الدوري. ده مش معناه ان هو امكانياته قليله، بس طريقه اللعب دي محتاجه لاعب مثلا زي بيرسي تاو، عشان كده بيرسي تاو تالق. الموضوع سهل وبسيط، مش اللعيب وحش، اللعيب اللي تالق واللي تميز واللي جاب اهداف واللي كان هداف الدوري ده اكيد لعيب كويس زي محمد شريف. في حد يختلف ان محمد مجدي قفشه ده لاعب عظيم ولاعب مهم جدا ولاعب مؤثر وافضل لاعب رقم 10 في الدوري؟ يمكن باراء الكثير من المحللين ممكن تختلف او تتفق، بس هو على الاقل واحد من ثلاثه مميزين في هذا المركز في مصر ان لم يكن افضلهم. في حد هيختلف؟ يعني انت لو انت هتختلف ان هو رقم واحد فمش هتخليه، يعني مش هتقول ان هو مش رقم اثنين او ثلاثه في اسوء الظروف، يعني بغض النظر انت بتشجع مين، مش لازم تكون بتشجع الاهلي. بس
الراجل شاف ان محمد مجدي قفشه بادائه الرائع ده بموهبته الكبيره دي مش هيأدي الغرض اللي انا عايزه. خلاص براحتك براحتك، بس الغرض اللي انت عايزه لو ما نجحش ساعتها نلومك بقى، نقول لك لا انت فكرت غلط وطبقت غلط واخترت غلط. لكن طول ما الراجل بيفكر صح وبيطبق صح وبيختار صح من وجهة نظره، خلاص احنا معاه احنا معاه. اصل انت لما تيجي تقول ايه منتخب مصر، ما بتقولش منتخب محمد مجدي قفشه، ما بتقولش منتخب شيكابالا، ما بتقولش منتخب محمد شريف، ما بتقولش منتخب طارق حامد، انت بتقول منتخب مصر. فمنتخب مصر يكسب باي لعيبه باي لعيبه، ما تفكروش في التيشيرت لونه ايه اللي بيلعب بيه اللاعب، عشان هو بيلعب بتيشيرت واحد، هو التيشيرت عليه علم مصر ببساطه شديده. ده فيما يخص منتخبنا الوطني وما يدور في عقل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني. الدوري المصري الممتاز في منتهى القوه، في منتهى القوه والاثاره. ما اعرفش الصوره عشان اتحسنت، فاللعيبه تحسنت، الاجهزه الفنيه تحسنت، الاداء حلو، الصوره بقت حلوه فالاداء بقى حلو، والمدربين بيعملوا شغل حلو قوي، واللعيبه بتعمل شغل حلو قوي، والمباريات كلها مثيره جدا، والمباريات كلها ممتعه جدا. انت دلوقتي بقيت عندك استعداد تتفرج على اي ماتش في الدوري، مش بس اهلي وزمالك وبيراميدز واسماعيلي، يعني عايز تتفرج على اي ماتش معدي عايز تتفرج عليه وتستمتع بيه. دوري حقيقي محترم، دوري حقيقي جميل. كنا خايفين الاسبوع الاول بس حلاوه البدايات هي اللي يبقى فيها شغل حلو، لكن احنا واضح ان احنا داخلين على الاسبوع الثاني بمنتهى الاثاره بمنتهى القوه. دوري حقيقي، دوري ممتع. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم دوري في منتهى الاثاره وفي منتهى القوه. في مباراتين النهارده كانوا في منتهى الاثاره والقوه. في مباراه كانت جمعت انبي والمقاولة العرب وانتهت بفوز انبي 3-2، والمقاولة العرب كان ممكن يعود بمنتهى القوه. مباراه اخرى كانت ممتعه جدا جدا بين الاتحاد السكندري وفيوتشر. وعجبني في الاتحاد هي سبحان الله روح بقى الكابتن حسام والكابتن ابراهيم التوأم، الروح كبيره والروح عاليه، عملوا كامباك محترم جدا قدام سموحه في مباراه الجوله الاولى، كانوا مغلوبين 4-1 وقدروا يعودوا 4-4 وياخدوا نقطه من المباراه. النهارده تقدموا صحيح بهدف في الدقيقه 8 زي ما حضراتكم، ده انبي والمقاولون النتيجه اللي بقول لحضراتكم، وخلصت 3-2. كانت مباراه بمنتهى القوه، والمقاولون العرب كان ممكن يعود في النهايه. هرجع تاني لمباراه الاتحاد. الاتحاد كان متاخر او متقدم عفوا بهدف قدام فيوتشر، هدف مبكر، فيوتشر بعد كده سجل هدفين والامور تتازم بالنسبه للاتحاد، لكن الاتحاد يعود بهدفين بعد كده ويفوز بالمباراه 3-2 في مباراه كانت سريعه جدا قويه جدا ممتعه جدا. وعجبني الاتحاد، يمكن الاتحاد مش نادي غني، المفروض يعني المفروض نادي مش من الانديه الغنيه اللي بقت موجوده في الدوري المصري، ولكن بقاله 3 سنين واقف على رجله، 3 سنين بيشتغل كويس، 3 سنين من اللاعبين الموجودين مش مهم، ورغم انه دايما بيدعم الاتحاد السكندري بلاعبين مميزين، بس مش هي دي الفكره. الفكره ان الاتحاد بيلعب بروح عظيمه جدا، لاعبين ومدربين زي ما حضراتكم شايفين. اهداف المباراه كان الاتحاد زي ما قلت لكم تقدم اولا، شايفين اصلا حجم اللاعبين اللي في منطقه الجزاء، حاجة ممتعة جدا وحاجة رائعة جدا. هدف مبكر، فيوتشر عاد بهدفين، وبعد ما عاد بهدفين الاتحاد قدر يتقدم بعد كده بهدفين تانيين. هنتكلم في هدف
مبكر للاتحاد، وبعد كده احمد رفعت ورا بعض. احمد رفعت لاعب متالق جدا ومميز جدا بصراحه، وصفقه كبيره لفيوتشر، هدف من احلى اهداف الدوري حتى الان، كره ثابته مميزه جدا. احمد رفعت لعيب موهوب بصراحه، اتصور واتوقع والله اعلم ان احمد رفعت هيكون ليه مكان في المنتخب في المعسكر اللي جاي مع التالق ده كمان. يعني احمد رفعت كان قريب من المنتخب دايما، بس اعتقد مع المستوى المميز ده من احمد رفعت اعتقد ممكن يبقى قريب من المنتخب. بالمناسبه بقى انا يعني علامه صح وعلامه تميز للاتحاد السكندري في اللاعبين الافارقه عنده، متالقين جدا وعاملين شغل محترم جدا. ده كان الجول التعادل للاتحاد السكندري من باسنسيا، باسنسيا سجل هدف في الاول كمان. الهدف اللي قدامكم ده داميون لوي، ده لوي اللي جاب الهدف ده، وبعد كده باسنسيا هيجيب هدف من ضربه جزاء. المباراه بشكل عام كانت ممتعه جدا، المباراه كانت ممتعه جدا زي ما قلت لكم. الاتحاد عامل شغل محترم جدا، عامل شغل واداء رائع جدا، من الحاجات المميزه جدا ان الاتحاد بيقدر يعود بعد خساره، ودي حاجه محترمه جدا. طيب بما اننا بنتكلم على الاتحاد وبنتكلم على روعه الاتحاد وبنتكلم على اداء لاعبي الاتحاد وبنتكلم طبعا عن الجهاز الفني للاتحاد، فوق كل ده والورقه السحريه في نجاح الاتحاد في رايي في الثلاث مواسم الاخرانيين بتميز بروعه، وزي ما قلت لكم الاتحاد ظروفه مش صعبه، الاتحاد ظروفه جيده، بس لما تيجي تتكلم قدام الانديه الغنيه المفروض الاتحاد يتاكل في النص زي انديه كتير جماهيريه بيبقى بتواجه صعوبات، لكن الاتحاد واقف على رجله وبيقدم اداء مميز في الدوري على طول الخط. ينسب الفضل ده اكيد للاستاذ محمد مسلحي، راجل محترم رئيس مجلس اداره الاتحاد السكندري. استاذ محمد صباح الخير على حضرتك، مشرفني ومنورني ومليون مبروك الفوز النهارده. ده انا اللي بشكرك كابتن كريم، كتر خيرك بجد يعني على كلامك المحترم، وحابب ان انا ابارك لك على البرنامج. اشكرك يا فندم، دايما متالق، تستاهل كل خير بصراحه، وطول ما عمرك احنا بنشوفك يعني في البرامج يا حبيبي، بنسعد بيك ونشرف بيك ما شاء الله عليك. شرف ليا، شرف كبير ليا. مليون مبروك يا فندم النهارده الفوز. الحمد لله، يعني فوز مهم جدا، بتلعب فريق مدعم بشكل محترم جدا، فريق حديث، ولكن في الاخر انت بتشوف ان هو تدعيماته على شكل محترم قوي جدا، ولكن الحمد لله يعني النهارده يعني بدايه مبشره لنادي الاتحاد، ان انت يعني المباراه الاولى مع سموحه كنت خسران 3-4، وانا اقول لحضرتك بامان يعني اتفضل، بعد ما الاتحاد انا كنت موجود في مباراه يعني بعد ما الاتحاد الجول الاول والثاني والثالث، قلت لبدايه الموسم دي ده الموسم هيبقى يعني، ولكن الحمد لله يعني ربنا كرمنا، كابتن حسام عنده اصرار غير عادي يعني ترجم الكلام ده للاعبين بشكل محترم جدا لغايه ما هم نهوا المباراه 4-4. انا متهيألي ان هي من الصعب انك تشوف مباراه زي دي كده في الدوري العام، صح، لان ما شفناش حاجه شكل، ولكن الحمد لله هي ده البدايه، وانا يعني كنت قبل المباراه على طول مع لعيبه بقرا معاهم فتح قبل ما ينزلوا يسخنوا قبل مباراه فيوتشر، ودي عاده انا واخدها مع الكابتن حسام من يوم ما جه يعني الحمد لله، ولكن في الاخر انا شفت ان اللعيبه قلت لهم يا ريت يعني الشوط الثاني مباراه سموحه نبتدي بالمباراه، والحمد لله يعني ادينا مباراه يعني لحد ما كويسه مع نادي فيوتشر، مباراه حلوه نتيجتها لحد ما كبيره جدا ردوا بيها جماهير اسكندريه، ولكن انا عاوز اقول حاجه، ان لسه بدري جدا 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 على مباريات الدوري، وشوف نادي الاتحاد يلعب فين، ولكن ان شاء الله ناخد المباراه مبارياتها، وان شاء الله نأدي اداء طيب، وانا حابب ان انا ابارك لجماهير اسكندريه وجماهير نادي الاتحاد المخلصه المحبه لناديها، وللكابتن حسام طبعا والكابتن ابراهيم على المجهود يعني غير عادي اللي هم بيعملوه، كل اللعيبه صراحه بارك لها واحد واحد، وان شاء الله تكون بدايه خير على الدوري ان شاء الله. طيب استاذ محمد، يعني هكلمك بصوت جمهور الاتحاد، جمهور الاتحاد اكيد مبسوط على الكامباك اللي اتعمل في المباراه الماضيه وعلى الكامباك اللي اتعمل المباراه ديت، بس اكيد انت وانت عاشق للاتحاد السكندري قلبك بيقع وانت بتتفرج على الاتحاد الموسم ده، صحيح بيرجع ودي ميزه ان هو بيعرف يرجع، بس في نفس الوقت ما هو جماهير الاتحاد هتقول لك انت هفضل طول الوقت على اعصابي كده والامور صعبه، ولا في مباريات ممكن نعرف نخلصها بشكل اسهل من كده؟ لا، كل الدوري هيبقى كل ماتشاته صعبه، كل الدوري مفيش ماتش سهل وماتش صعب، كل ماتشات كل الفرق كويسه، مفيش حد يقدر يقول حاجه، يعني كل الفرق كان دعمت او ما دعمتش، النهارده انت مثلا الماتش اللي فات بتشوف المصري متعادل مع المحله في اسكندريه، فكل الماتشات
هتبقى صعبه جدا. مقاولين يكسب الماتش اللي فات النهارده يتغلب، لا فكل الدوري صعب، ولكن في الاخر انت شفت الفرق المدعمه كلها مدعمه بشكل محترم قوي، كان يعني بيراميدز كان الاهلي او كان الزمالك او كان فيوتشر فاركو، لكل الانديه مدعمه، ولكن الحمد لله احنا نادي الاتحاد زي ما حضرتك اتفضلت وقلت احنا ثلاث سنين الحمد لله واقفين على رجلينا، والحمد لله يعني انا شايف حتى التدعيمات كاول الدوري قبل ما تبتدي الدوري كان الجميل وضع على خطرها ايه التدعيمات دي ومش عارف ايه، ولكن تالي اكيد هم قاعدين دلوقتي شايفيني او بيسمعوني لا شكل مختلف. انا عندنا قوام فرقه محترم دعمناهم وبعض اللاعبين برؤيه فنيه للكابتن حسام، انا شايف انه الاضافات كلها اضافات محترمه قوي، ولكن عايز اقول ان القوام اللي كان عندنا السنه اللي فاتت وكملنا عليه السنه دي، لا الفرقه يعني الحمد لله الى حد كبير يعني فرقه منظمه، وبصراحه لا كابتن حسام اللي بيشتغلوا يا كابتن كريم كابتن حسام وكابتن ابراهيم بيشتغلوا شغل من النار بصراحه الحمد لله. لا واحقاقا للحق واحقاقا للحق يا استاذ محمد، وانا كان معايا الكابتن ابراهيم حسن من يومين واتكلمت معاه في هذا الامر، انت واجهت برضه ظروف صعبه جدا السنه اللي فاتت، غيابات بالجمله، يعني انا ما شفتش فريق عنده كل الغيابات دي زي الاتحاد السكندري، ورغم كده كنتوا واقفين على رجليكم بصراحه يعني شايت حق. بالظبط بالظبط، فالحمد لله يعني الدوري السنه دي كمان صعب، ولكن الحمد لله الميزه اللي عاملاها رابطه الانديه الشعبيه يعني رابطه الانديه الجماهيريه الحمد لله، انا شايف يعني الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه عامل يعني شغل محترم جدا جدا، وان هو الدوري في السنه دي مع الجماهير، ولكن انا من خلال حركة انا حابب جميع نادي الاتحاد انها يعني تحاول انها تخش على الويب سايت بتاع تذكرتي، وان هم يبتدوا يعني يجيبوا الاي ديات بتاعتهم على اساس ان احنا يبقى محتاجين الجمهور، يعني الميزه عندنا ان احنا الاتحاد نادي شعبي ونادي جماهيري، فارجو منهم طبعا، ولكن انا يعني من خلال حركة انا شايف يعني في بعض المبالغ اللي هي من الصعب ان جماهير اسكندريه او جماهير الشعبيه انها تقدر تواكبها، ولكن لو في اي حاجه محتاجينها مننا انا مش هتاخر يعني ان شاء الله، ولكن في الاخر يا رب اشوف جميل نادي الاتحاد ملأ جميل اسكندريه وتبقى ربع فرقتها وتشجع فرقتها اكيد هتبقى اضافه لنادي الاتحاد. استاذ محمد كان لما كان معايا كابتن ابراهيم اشتكى قوي من فكره انه الانديه اللي حواليك بقت انديه غنيه جدا، ففي صعوبه في التدعيمات، في صعوبه في المجاراه، في صعوبه في امور كثيره بيواجهها الكابتن ابراهيم مع الكابتن حسام طبعا، وقال ان احنا بنشتغل اكيد في ظروف مش طبيعيه او ظروف صعبه بالنسبه لنا عشان نقدر نجاري كل الامكانيات ديت. راي حضرتك ايه؟ انا اوافقه طبعا على رايك، كان قلت حضرتك من الصعب ان انت حضرتك تجار، يعني هديك مثالك انت كريم حضرتك لما تجيب مثلا لعيب مثلا انت بتتعاقد معاه مثلا ب 3 4 مليون جنيه، قبل كده لما تتعاقد مع لعيب مليون و200 مليون تقول ايه القصه دي؟ نادي الاتحاد لما تتكلم بقى 3 4 بقى الموضوع عادي بالنسبه لك، فانت تلاقي الفرقه الثانيه مثلا عاوز مثلا تجيب مثلا لعيب زي محمد صبحي الجون مثلا يعني فانت عارض عليه 4 و5 مليون خلاص، هو الفريق اللي بيروح له بياخد 8 و9 مليون وعمره ما هيجي لك، عمره ما هيجي لك، يعني دي الفكره كلها بقت العرض صعب جدا ان انت تواكب الكلام ده، والشركات والمؤسسات من الصعب صعب جدا، يعني انا قلت الكلام ده الانديه الشعبيه بصراحه هتعاني وتعاني بقوه، احنا بنعاني دلوقتي عشان برشلونه ما بنعانيش، ولكن انا ما ببينش لجماهيري ولا اسكندريه هذا الموضوع، ولكن بنعاني من قوه جدا، والانديه الاسماعيلي بيعاني، وانديه النصر بتعاني، وانديه المحله بتعاني، ولكن في الاخر يعني وانا شو قلت الكلام ده وبعيده تاني، يعني ممكن كمان سنتين ثلاثه تبقى صعب ان انت تشوف انديه شعبيه تواكب الانديه دي، صعب جدا جدا، ولا لازم الدوله تتدخل في هذا الموضوع، ولا بصراحه مش هنشوف الانديه، ودي طبعا يصعب علينا ان احنا نشوف حاجه زي كده. استاذ محمد هلاقي فرصه دلوقتي اعتبرها يعني ما تعتبرهاش مجامله بس اعتبرها شهاده حق، انا خدت بس من اخر جمله انت قلتها حضرتك من الناس المميزه اللي بترقص انديه تمام، انا ما سمعتكش قبل كده في مداخله ولا في لقاء بتطلع تقول انا صرفت ودفعت وعملت، فانا يعني بشكر حضرتك بمستوى مهني قبل ما مستوى شخصي كمان ان انت نموذج جيد للناس او الراجل اللي يحب النادي فعلا ويحب جماهير النادي، انا بشكرك حقيقي يعني. انا يعني بص يا كابتن كريم ده وضع طبيعي، يعني انا مش محتاج ان انا اطلع اقول بعمل ايه، ولكن في الاخر اكيد الناس كلها حاسه في مصر وحاسه في اسكندريه، انت هتلاقي نفسك انت بتجيب منين؟ انت عايش ازاي؟ صحيح انت بتدورها ازاي؟ وانت بتدرعها ازاي؟ صح طول ما انا ماشي بتقال حاجه زي كده طبعا، يعني انت بقى كنت في احدى القنوات دلوقتي بيسالوني يعني بيقول لي طب انت بتدورها ازاي؟ بدورها ازاي يعني ربنا مكرمنا بيها، ولكن في الاخر فعلا بعاني بعاني يعني، ولكن الموضوع في الاخر لا يمكن يستوي الامور كده، يعني لازم برضه الموضوع لو انت هتقدر تكمل فتره مش هتقدر تكمل بعد كده، وانا يعني تملي انا بقول يعني بطلب من الناس انها تقف جنب ناديها، مش محتاج الناس انها تدعمها ماليا، ولكن في الاخر ما تلاقينيش مثلا انت مثلا طلع عينك مثلا في ادارتك للنادي ومعاك الجهاز الفني ولاعيبه، ويجي حد مثلا ملوش اي لازمه ويجي ان هو ينقدك او يتكلم في حاجات
انت ما تعرفش احنا عايشين ازاي ونايمين ازاي وبفكر ازاي وانا اقوم من النوم عامل ايه والقصه دي. ولكن في الاخر يا رب يا رب يا رب يقوينا على نادي الاتحاد، واحنا خلاص كتب علينا الموضوع ده، كتب ان انا اقف كده جنب نادي الاتحاد ومشاي ملف صعب جدا جدا، ولكن هو ملف جماهيري ليه بعد سياسي ليه بعد امني ليه بعد رياضي ليه بعد اجتماعي. والحمد لله انا ومجلس ادارتي عاملين شغل محترم، اتمنى احنا نكمل بس ربنا يقوينا على كده. ربنا يوفقك يا استاذ محمد، شرفتني ونورتني مليون، مبروك الفوز النهارده، راجل محترم نحترمه. وزي ما قلت لكم انا وقفت عند التعليق ده، انا في العادي يعني ما بعرفش اجامل قوي الضيوف اللي بيبقوا معايا، بحاول دايما اتكلم معاهم بشكل كويس، بس دي كانت مجامله حقيقيه وما تعتبرهاش مجامله، هي شهاده حق. النموذج بتاع رئيس النادي اللي ما يمشيش يذلني كجمهور، يعني اللي هو يفضل يقول لي انت مش عارف انا صرفت قد ايه، انت مش عارف انا بعمل قد ايه، انت مش عارف انا بتكفل ايه، انت مش عارف انا بغرم قد ايه، انت مش عارف انا بجيب فلوسي دي منين. في ناس مسكت انديه في مصر كتير وحضراتكم شفتوها بيطلعوا ليل نهار انا صرفت من جيبي كذا، انا عملت من جيبي كذا. الراجل ده دايما بيتكلم على مجلس اداره ودايما بيتكلم انه الاتحاد ماشي كويس، ماشي كويس. اللي يعرف الكواليس يعرف ان الاتحاد بيعاني جدا ماليا، ورغم كده مش هتلاقي لعيب عنده مستحقات متاخره، مش هتلاقي واحد في الجهاز الفني عنده مستحقات متاخره. دايما الناس اللي بتشتغل بضمير وبحب بيبان. فبصراحه دي شهاده اعتقد حضراتكم كمان شايفينها وفاهمين ان هي مش مجرد مجامله. مباراة أخرى كانت في منتهى القوة، مباراة إنبي والمقاولة العربي، وخلصت بفوز إنبي 3-2. مباراة كانت تقيلة جدا وأحداثها صعبة جدا. أنت بتتكلم في إنبي كان كسبان 3-0، المقاولة العربي قدر الدقيقة 84 والدقيقة 90 يسجل هدفين، ولو كان الوقت فاضل فيه دقيقتين كمان كان ممكن المقاولة العربي يتعادل. رغم كده إنبي بصراحة عمل مباراة جيدة وعمل مباراة كبيرة، زي ما المقاولة العربي عمل مباراة كبيرة. حلو اللي عند الأندية كلها دلوقتي في الدوري إحساسها إنها كبيرة، إحساسها إن أنا لو خسران هدف أو اتنين أو تلاتة أنا أقدر أرجع. التفكير ده المينتاليتي دي لازم تبقى موجودة عند كل الفرق، لازم تبقى موجودة عند كل اللاعبين، وده اللي بيحصل في الدوري السنة دي بشكل واضح وبشكل محترم جدا. ده شيء مقدر جدا من كل الأندية، يا رب بس الأمور تمشي كده، يا رب الأمور تفضل كده. قدام حضراتكم هي أهداف إنبي والمقاولون العرب. جون إيبوكا كان تقدم لإنبي في الدقيقة 6. العرضية حلوة، أهداف حلوة، عرضيات حلوة، رأسيات حلوة، مهارات كبيرة من كل اللاعبين. دوري يعني دوري يعني كنا معلش يعني أنا آسف في اللفظ، كنا ساعات بنقعد نتريق على مستوى ونقعد نقارن بره ونشوف وبتاع، بس لا الأمور بتتحسن. أنا الأمور بتتحسن، وحلو إن إحنا كلنا دلوقتي بنشيد، وحلو إن إحنا كلنا دلوقتي بقينا نشيد. بنشيد ليه؟ عشان الصورة حقيقي حلوة. احنا كلنا كنا ننتقد نقول اصل الصورة وحشة، الملعب وحش، ايه يا جماعة الاداء الوحش بتاع اللاعبين ده، ازاي الاجهزة الفنية ما بتطورش، ازاي الاجهزة الفنية ما بتشتغلش. كل ده تعليقات كنا دايما بنكتبها وبنقولها وبنزعها وبنعمل كل حاجة. دلوقتي اهو لما الدنيا بقت حلوة بنقول الدنيا بقت حلوة، مش ساعات كده الناس تلومك تقول لك يا عم انت مسودها ليه، انت ليه بتخلي كل حاجة وحشة. خلي الحاجه حلوه ونقعد نشاور عليها حلوه ونبالغ كمان واحنا بنقول ان هي حلوه، هنفرح. اديني بس حته كده وانا همشي وراك واقول لك وانا هقول لك ان الدنيا بقت حلوه. خدوا بالكم من موضوع السداد ده، في نقطه مهمه جدا، ان انت شايف ان الملعب بقى شكله حلو. خد بالك هو ده شكل الملعب قبل كده. اه طبعا احنا عشان لسه في الاول فالملاعب لسه النجيله حلوه وجميله، ده واحد. بس الاهم انت الصوره طالعه حلوه عشان التصوير حلو والصوره حلوه، فبيطلع الملعب شكله حلو. خد بالك انه في ملاعب في اوروبا ممكن يبقى فيها بعض المشاكل، مش بكلمك على الدوريات الكبرى، بس انت بتتفرج على دوري ابطال اوروبا او اليوروبا ليج بتلاقي بعض الملاعب شكلها كويس، بس هي شكلها كويس عشان التصوير حلو قوي. برضو مش بقول ان الملاعب وحشه يعني، بس هو بيحليها، التصوير بيحليها اكتر. الملاعب بتاعتنا اللي حلاها الصوره الحلوه اللي بقت تتنقل بشكل كويس، وطبعا عشان الملاعب لسه كده بعفو يعني عارف اللي هو لسه طازه كده. النجيله زي ما حضرتك شايف كده، خضار وحلاوه، خضار وحلاوه زي ما بيقولوا يعني، خضار. اه طبعا لو انت ركزت شويه هتلاقي لسه في مشاكل في ارضيه الملعب، مش المثاليه، بس الملعب لا حلو، الملعب حلو، النجيله احسن، النجيله كويسه، تفضل كده ونحافظ عليها. الصيانه الدوريه اللي احنا دايما بنقول عليها، وما نرهقش الملاعب، ما نرهقهاش. يعني
الملاعب تتغير، يعني فرقه تلعب على ملعب، فرقتين يلعبوا على ملعب بكثير، مش تلاقي مثلا 10 فرق بيلعبوا 10 مباريات في اسبوع واحد على نفس الملعب، الحاجات اللي بتهلك اي ملعب ما تخلوش يتنفس. دي ملاعب يعني، ده زرع يعني المفروض بيتنفس وبيشرب، يعني المفروض نتعامل معاه بطريقه اذكى من كده واحسن من كده. لو عملنا كده هتبقى الملاعب تفضل شكلها كويس. معانا الكابتن عبد الناصر محمد مدير الكوره بنادي ايه، بنبارك له ونهنيه على الفوز الغالي النهارده قدام كل العرب. كان فوز صعب طبعا، رغم ان هو كان سهل في الاول، 3 اهداف كان ممكن الامور تبقى سهله، بس اتصعب في اللحظات الاخيره. كابتن عبد الناصر صباح الخير على حضرتك، مليون مبروك. تحياتي لحضرتك يا كابتن كريم، والف مبروك البرنامج الجديد، وكل حاجه تبقى كويسه، والمقدمه الجميله والطاقه الايجابيه الحلوه دي دايما عايزين نسمعها في كل وسائل الاعلام. يا فندم انت حضرتك مشرفنا ومنورنا دايما، من الناس المحترمه جدا اللي نتشرف بوجودها في البرنامج. مليون مبروك، مليون مبروك الفوز النهارده. زي ما انا قلت هو كان فوز سهل يعني، وكان هيبقى سهل، وفجاه تصعب في اللحظات الاخيره. ايه اللي حصل؟ شفت المباراه دي ازاي؟ مفيش حاجه يا كابتن سهله. الكلام ده جملة ملهاش محل من الإعراب خالص. الدوري السنة دي دوري شائك، دوري صعب، دوري استثنائي. أنا بس هقول هوضح لحضرتك، هو المباراة طبعا صعبة قدام كل العرب، فريق محترم ومدرب محترم ولاعبين محترمين، بس أنت كسبان 3، فاللي كسبان 3 المفروض المباراة سهلت عليه شوية يعني. لا يعني فضل. ما أنا هكمل لحضرتك. اتفضل. دايما أولا نادي المقاولين، أنا بشكر نادي المقاولين وهارد لك، انا بشكر الجهاز الطبي لنادي المقاولين العرب. كان عندي لاعب حارس المرمى وقع، وعندي مروان داوود وقع، وكانت الاصابتين جامدين، وجري الجهاز الطبي والنتيجه 3-1 لصالح انبي. جري الجهاز الطبي لنادي المقاولين على حارس المرمى بيعالجه، لان جهازنا الطبي بالكامل كان بيعالج الاصابه الاخطر كانت بتاعت مروان داوود، بس الحمد لله هو فاق وقام، ده كان لازم نشكرهم على الهوا يعني. طبعا شكرا. جانب الجانب الثاني، الماتش ماتش قوي، نادي المقاولين العرب عنده حلول، عنده لعيبه جيده، عامل موسم كويس الموسم اللي فات، خبرات جيده، مدير فني جيد، النتيجه كانت 3، وعلى فكره كانت ممكن تزيد عن 3، وكان سهل يتم احراز اهداف ثانيه، ولكن انت يعني كعاده اللاعب المصري اول ما انت بتجيب الجونين او بتجيب بتحرز هدف في مرمى المنافس بتفاجئ ان اللعيبه ارتدت للخلف بدون اي دعوه وبدون تعليمات من المدير الفني. ده يعني خلاص يعني قصه الكل حافظها. معلش. ان انت اول ما بتهاجم بتفاجئ ان اللعيبه بترتد. وانت كان عندك تنظيم دفاعي. بس معلش يا فندم. معلش هقطعك في دي. انا لما يبقى عندي بره في الجهاز الفني مدير فني قوي جدا زي الكابتن حلمي طولان، مدير كوره قوي جدا معروف برضو الكابتن عبد الناصر محمد، فانا المفروض هنا دوري بقى انه لا ركزوا وخلينا زي ما احنا، ما ينفعش اللعيب يعمل يعني مثلا الجمله المشهوره اللي هي بتاعت انه اللاعب المصري، ما هو برضو الكلام ده لو اللي بره دول ناس مش اقوياء، ده احنا بنتكلم في مدير كوره قوي جدا ومدير فني قوي جدا، مفيش مساحه انك تعمل اللي في دماغك. لا هي القصه كلها ان فعلا بيبقى في بعض الاخطاء بتيجي نتيجه تمركز خاطئ. تمام. ده بيحصل، لازم، ما هو الهدف هيجي ازاي غير نتيجه خطا؟ ما هو الاهداف كلها بتيجي نتيجه اخطاء. صحيح. في تمركز مش جيد، في توالي للهجمات، في ارتداد للخلف، بيحصل خطا، بيحصل الهجمه بتحصل على طول وبيجي الجول. انا مش مع حضرتك ان كان ممكن تشوف جون ثالث، لان كان ممكن تشوف جول رابع لنادي انبي. الحقيقه يعني لو كان برضو اللعيبه كانت مركزه بقوه كان ممكن يجي احد الفرص اللي ضيعها شلبي، واحد الفرص اللي ضيعها جون قبل ما يخرج كان ممكن يحصل، وان انت تسجل. الجيم كان مفتوح قوي، وكله طمعان في ان انت تحط تعمل نتيجه جيده وتعمل نتيجه ايجابيه، وده نتج برضو اللعيبه. برضو لازم اقول لحضرتك كله في البدايات، زي ما حضرتك بتقول في البدايات، كله في البدايات. الالتزام الدفاعي لسه مش كما يجب، الاندفاع الهجومي موجود ما زال، كل اللعيبه كل ما بيعدي ماتش كل ما بتتقل، وكل ما بتتقل في الملعب، وكل ما بيسمعوا تعليمات المدير الفني وبيتنفذ التعليمات بحذافيرها، هتلاقي بعد كده الدنيا بتبقى يعني لحد الدقيقه 90 من اخر مباراه في الدوري هتبص تلاقي اللعيبه برده بدات تطبق بشكل افضل وبصوره افضل، وده اللي احنا بنتمنى ان احنا دايما نشوفه في فرقتنا. الحمد لله عندنا عناصر كتيره جدا، الدوري ده دوري استثنائي. صح. الناشئين بيلعبوا دور كبير قوي،
وده جانب مهم. انبي دايما مميز بنشئيه بصراحه يا كابتن عبد الناصر، يعني من اكتر الانديه والله يا كابتن كريم. والله بص يا كابتن، الحمد لله عندنا قطاع ناشئين جيد. صح. كابتن محمد اسماعيل رئيس القطاع عامل شغل كويس، وعندنا لعيبه صاعده، وان شاء الله عندنا في وجوه ان شاء الله ان شاء الله في الموسم ده هتبتدي تظهر غير الاسماء الصغيره اللي حضراتكم شايفينها. ولكن احنا برضو بنبقى مضطرين، يعني انت مضطر ان انت تلعب ناشئين، ومضطر ان انت تستحوذ على ناشئين جيدين. اسعار اللعيبه فرقت قوي، اسعار اللعيبه بقت قيم مرتفعه جدا، مش كل الفرق هتقدر عليها. مفيش اليات واضحه ما زالت في اتحاد، سواء كان في اتحاد الكوره او رابطه الانديه، لان انت تحاول تخفض اسعار اللعيبه زي ما بعض الدوريات والدول عملت. انا شايف ان انت آن الاوان قوي ان يطبق بعض النظم وال زي ايه يا فندم؟ زي ايه يعني حضرتك شايف الضوابط دي ممكن تعمل ازاي؟ يعني لو زي ايه فانا كان ليا بعض المقترحات. ان انت لازم تزود قاعده قطاع الناشئين. لازم الاتحاد يلزمك بان تواجد ناشئين، غير كده احنا هنفضل في حلقه مفرغه ما بين ان انت بتدفع ارقام كبيره في بعض اللعيبه، وما بين ان انت ما انتش عارف تسد ثغرات في فرقتك. لازم تكون اهتمام كبير جدا بقاعده قطاع الناشئين. لازم اسعار اللعيبه يكون في الزام ما يزيدش عن كذا وكذا، مش مجرد ان انت قادر على الصرف يبقى تفتح الموضوع بشكل مبالغ فيه وبشكل استثنائي، تفاجئ ان 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 انت قادر ان انت تشتري وبتشتري السلعه بسعر مفترض ان ليها قيمه. طيب. انت بتشتريها باضعاف مضاعفه. طيب انا ممكن يا فندم عشان ده مقترح محترم جدا وحابب اناقش حضرتك فيه يعني على الهامش. لا ناقشني يعني. كويس في الموضوع لو ده لو تسمع يعني انت لو بصيت على الدوريات الكبرى في العالم كله، وحتى مش الكبرى، هتلاقي في فرقه 2 3 4 اللي بيقدروا يصرفوا كتير، وفي فرقه تانية ما بتقدرش تصرف. ده بيبقى طبيعي، ده سوق مفتوح، وانا كراجل عايز انافس لازم اخد اللاعب برقم اعلى من اللي جنبي. عشان لو الرقم مثلا السقف، هديك على سبيل المثال، لو السقف مثلا 8 مليون جنيه للاعب، فانا دلوقتي انا كنادي سين او صاد هفضل اخش في منافسه مع كل انديه الدوري عليه، لكن لو معايا فلوس زياده وبقدر استثمر بشكل كويس اقدر اشتري اللاعب واقدر اشتغل بيه واقدر انافس عن الفرقه اللي تحتي. يعني انا لما اجي اشتري لعيب مميز كمان هنزل الفرقه اللي تحتيه لتحت وانا اللي هطلع فوق. ده منطقي بيحصل في الماركت في العالم كله في اي دوله حضرتك بتشوفها. انا مع حضرتك في هذا الطرح، ولكن انا كدوله كلي كده كدوله انا مش اتجاهي كده خالص. كدوله انا كدوله اتجاهي ان انا اعمل نشاط كويس وانافس وكل شيء، انما انت 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 حضرتك يا كابتن كريم ما بتشوفش الارقام الطبيعيه والحقيقيه اللي احنا بنشتغل فيها. احنا بنشتغل في ارقام فجه 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 وغير منطقيه. انا بقالي سنين وسنين في الكوره، انا شايف ان الموسم ده مبالغ لاقصى درجه. في فرق بين ان انا اشتغل وان انا قادر ان انا اشتري، وفي فرق ان انا يكون عندي بذخ وسفه في ان انا اسعر لعيب. ده امر غير مقبول بالمره حتى لو عليا انا شخصيا. فهمني حضرتك. ده جانب. الجانب الثاني، انا ما بقولش ان ما يبقاش فيه منافسه، انا بقول المنافسه قائمه، بس انت مش ممكن ان انت تيجي مع زياده المنتج نفسه في كل شيء، في ايجارات الملاعب وفي المستشفيات وفي الانتقالات وفي الاوتيلات وفي الفود اند بابرج الاكل والشرب، وتفاجئ ان انت بتيجي كمان على اسعار مغالى جدا جدا فيها. على فكره اللي انا بقوله لحضرتك ده مش ميزه لا للدوله ولا لرابطه الانديه ولا للاتحاد ولا للعيبه نفسها، لان انت بتيجي تفاجئ ان انت في ارقام فجاه بتشتغل فيها لاعب رقم، يبقى بتشتغل على رقم معين تفاجئ ان اضعاف الاضعاف الاضعاف المضاعفه، وبالتالي المستوى الفني بيقول خلاص خليك، يعني اللي هيقدر يشتريك هو اللي هيقدر يشتريك، واللي مش هيقدر يشتريك فالتنافس مش هيبقى موجود. واخد بال حضرتك؟ انا بقول ان احنا نشتغل على قاعده ناشئين في كل الانديه، نوسع القاعده. صحيح. نهتم جدا بالموضوع. انا بقول ان احنا ممكن يكون هناك الزام بمشاركه 2 ناشئ مثلا في كل فريق، في كل مباراة يكون فيها على مدار ال 90 دقيقة يكون فيها 2 ناشئين او 3 ناشئين، وتفر بقى الناس هتقول ايه لما تقعد على ترابيزة واحدة كده، وهتلاقي اراء حلوة جدا طلعت. طبعا.
الكلام ده كله ممكن يتناقش بشكل افضل طبعا، وهيكون ولما هيتناقش مش بالطريقه اللي احنا بنتكلم انا وحضرتك بيها دي، اكيد طبعا باسلوب لما علمي هتناقش الموضوع هتلاقي له ابعاد. السعوديه نفسها حطت ارقام للنايل، هي احنا اغنى احنا مش اغنى من السعوديه خالص على فكره يعني، واخد بال حضرتك، وحطت ارقام محدده ما يزيدش عنها اللعيبه وما يزيدش عنها الانتقالات والكلام ده كله. لو انا مثلا جيت اي فكره جات لي وانا بكلم حضرتك، لو انا هاجي اقول الانتقالات بتاعت اللعيبه بدل ما انا كل سنه هغير كل مدير فني او كل نادي قادر، يقول لك انا كل سنه هغير 20 و30 لعيب، ما في انديه تقدر، واخد بال حضرتك، لا انا ممكن اجي اقول الانتقالات هتبقى اقل. لما لو فرض ان انت جيت كرابطه انديه او كاتحاد عملتها كالزام، هتبص تلاقي كل الانديه بتشتغل على قاعده قطاع الناشئين مفهوم عشان تعوض النقص. صحيح استاذ عبد الناصر، انا بديك امثله كده يعني. اتفضل كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره بنادي انبي، انا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه جدا. في كل الاحوال اتفقنا او اختلفنا مع الافكار، حلو ان حد بيطرح فكره، حلو ان حد يقول افكار كتير عشان نطور بيها، حلو عشان نخلي المنظومه كلها كامله وسليمه. في حاجه مميزه بتحصل بقى لها كام شهر كده، ان بقينا نسمع بعض، بقينا نسمع افكار، بقينا نسمع الانتقادات ونصلح. الاول كنت تقول انتقادات يقول لك انت مالك، كنت تقول انتقادات يقول عليك مغرض، تقول انتقادات يقول عليك مؤامره، لكن دلوقتي الناس بتسمع الانتقادات بصدر رحب وبينفذوا وبيصلحوا وبيحسنوا. فحلو ان احنا نقعد نقول اقتراحات ونفكر. ممكن اقترح انا اقتراح النهاردة ما يكونش في محله، ممكن يبقى في محله بعد سنة سنتين ثلاثة، بس دلوقتي ما ينفعش. ممكن غيري يقترح اقتراح لازم يتنفذ دلوقتي فننفذه دلوقتي. ده أسلوب محترم كان غايب علينا شوية، بدأت الأمور تتحسن. يا رب يا رب، وهي المنافسة بتسخن وهو الصراع بيبقى كبير على الهبوط، تفضل تبقى الأمور ماشية بشكل كويس وبشكل هادئ. طيب نروح لأخبارنا النهاردة، وأبدأ من نادي الأهلي وخبر خاص لبرنامج رقم 10. الأهلي يحصل على حكم نهائي في قضية عبد الله السعيد. الأهلي حصل على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم بقيمة 2 مليون دولار في قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز اللي كان رحل من الأهلي، الأهلي المصري، الأهلي جدة السعودي، وفسخ عقده وانتقل لبيراميدز. كان شرط النادي الأهلي أنه ما يرجعش الدوري المصري وهو عقده مستمر مع أهلي جدة، عشان كده الأهلي قدر يغرم عبد الله السعيد 2 مليون دولار. والنهاردة الحكم أصبح بات وأصبح عبد الله السعيد ملزم بهذه الغرامة للنادي الأهلي، وأغلقت هذه الصفحة تماما. طيب كابتن سيد حفيظ، احتوى أزمة بين علي لطفي وموسيماني حصلت في التدريبات. الأزمة دي فين؟ مش خناقة، مش مشكلة كبيرة، بس صوت عالي وعصبية حصلت. علي لطفي بيدي تعليمات كتيرة للاعبين في التقسيمة في التدريبات، فموسيماني اتضايق من الأمر ده، فبدأ يعنف علي لطفي شوية، بدأ يزعل علي لطفي شوية، فتدخل الكابتن سيد عبد الحفيظ واحتوى غضب المدرب، واحتوى أيضا غضب اللاعب أو رد فعل اللاعب، بلاش نقول غضب اللاعب، رد فعل اللاعب، والأمور خلصت بسلام. خدوا بالكم انه علي لطفي من الحراس المرمى المحترمين المؤدبين الجيدين اللي كمان موهوبين. دايما محمد الشناوي لما يغيب عن النادي الاهلي تلاقي علي لطفي جاهز، دايما تلاقيه جاهز، دايما تلاقيه موجود، ما تلاقوش بيختفي. يعني مش اللي هو ما بيتدربش كويس فاول ما ينزل يبقى مستواه سيء، لا دايما مستواه كويس. فاشاده دايما بعلي لطفي، واللي انا قلت لكم ده هو خبر حاجه حصلت فعلا في التدريبات، بس دي مش ازمه، وده ممكن يحصل في اي تدريب، وياما المدرب بيساعد للاعبين، وياما اللاعبين ممكن يبقى عندهم رد فعل ادام في حدود الادب وحدود الاخلاقيات ما فيهوش تجاوز. فتمام، احنا بس بنشيل الواقع حضراتكم من حقكم تعرفوا كل الاخبار اللي موجوده في الرياضه المصريه وفي كره القدم. طيب كابتن عبد الحفيظ ايضا بينصح محمد شريف وكهربا ان هم ما يعملوش اي ازمه او اعتراض على قرارات موسيماني، وقال لهم ان انتوا دوركم جاي ودوركم هيبقى موجود في الفريق في الفتره اللي جايه. غيابهم عن المباراه الماضيه سواء كهربا او محمد شريف ده لرؤيه فنيه، ورؤيه فنيه كانت ناجحه في مباراه الاسماعيلي، ونجح الاهلي في الفوز على الاسماعيلي 4-0 باللاعبين اللي اختارهم موسيماني في الملعب. وزي ما كنت بتكلم من شويه عن كارلوس كيروش والاختيارات بتاعته اللي هو حر فيها، ادام بيكسب نفس الامر يتقال على موسيماني، هو حر ياخد القرارات اللي هو عايزها ما دام بيكسب وبيحقق مباريات او بيحقق نتائج جيده ومباريات جيده. طيب طيب نروح لنادي الزمالك سريعا، ومن نادي الزمالك نتكلم مع واحد من الاسماء والرموز الكبيره في نادي الزمالك، واحد من الاسماء
المحترمه في نادي الزمالك، واحد من الناس اللي دايما بتدي لنادي الزمالك باخلاص شديد جدا، واللي يعرف الكواليس واللي يعرف الحاجات اللي بتحصل في نادي الزمالك يعرف قد ايه الراجل ده بيشتغل بقلب قوي مع نادي الزمالك، رغم انه في كثير من الاوقات بيحصل له بعض الانتقادات من قله قليله من جماهير نادي الزمالك، لكن هو دايما بيشتغل باخلاص كبير جدا جدا مع نادي الزمالك. ظروف صعبه جدا بيواجهها نادي الزمالك وما زال موجودا وما زال يدعم، سواء ولا بلاش سواء، خلينا نتكلم مع احسن كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك. يا كابتن فاروق اخبار حضرتك ايه؟ وحشني جدا. وانت كمان والله. ازيك عامل ايه يا كريم؟ ازيك يا كابتن فاروق، مشرفني ومنورني حبيبي. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك. كابتن فاروق عايزين نطمن منك على حال الزمالك بشكل عام. انا لو انا قاعد في كرسي جمهور الزمالك هبقى قلقان من الظروف وهبقى قلقان من الكواليس وهبقى قلقان من اللي بيتقال في امور اداريه وماليه، بس مش قلقان على حال الفريق اللي شكله حلو في الملعب. طمن جماهير الزمالك على حال الزمالك دلوقتي. طب الحمد لله، يعني الامور في النادي دلوقتي بتتجه بشكل كبير للاستقرار، او في استقرار الحمد لله يعني موجود. وان انت اللي يهمك الاستقرار ان انت تبقى منجز في الالعاب، يعني مش في الكوره بس، في كل الالعاب، في الامور كلها يعني الحمد لله كويسه. لو كنا احنا بنمر بظروف صعبه ماديا، فان شاء الله الفتره اللي جايه دي كلها هتخلص، وان شاء الله يعني احنا في يعني في كذا كذا مشروع او كذا فكر ان شاء الله في الفتره الجايه هننفذه، هتبقى الامور مستقره ان شاء الله في النادي. فريق الكره بدا الدوري الاسبوع اللي فات، عمل مباراه جيده جدا امام انبي وعملنا ماتش كويس واللعيبه مستقره. احنا كان بنمر بالظروف بتاعه عدم القيد، ودي انا من وجهه نظري كانت مؤثره، فمش مؤثره بشكل كبير. لكن احنا كنا يعني كنا خدنا قرارات ما كناش متوقعين ايقاف القيد ده، فكنا واخدين قرارات بلعيبه هنجيب صفقات جديده، هنعير لعيبه يعني. فحصل بقى القيد ده، وما وقف القيد بدانا نفكر بقى طب هنعمل ايه. فحافظنا على القوام الاساسي للفرقه، اللعيبه اللي احنا جبناها يعني اتضمت لينا، وديناها اعاره، في لعيبه موجوده ثانيه وديناها برضك اعاره، عشان حتى الاعاره دي نستفيد منها ماديا، اللي هم اللعيبه من النادي اصلا. ده كلها يعني كلها افكار بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجيب فلوس عشان نمشي المركب. يعني احنا مش معقول هنقعد بقى نقعد نتكلم بس، فاحنا كنا بنشوف حلول كتير. اللجنه شغاله بشكل كويس، بشكل منظم، في تنسيق بينهم، فان شاء الله الامور الفتره اللي جايه. كابتن فاروق حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، وانا اتكلمت عنها في الحلقه من يومين ثلاثه، انه ده نادي الزمالك. نادي الزمالك جماهيرية ضخمة وكبيرة جدا. نادي الزمالك ما ينفعش لا دلوقتي ولا قبل كده ولا بعد كده يكون بيواجه أي أزمات مالية. يعني ده نادي يعرف يبقى عنده موارد بالجملة. حضرتك بتقولي أنه في أفكار الفترة اللي جاية، لو جمهور الزمالك هيسأل هيقولك طيب ما هو يعني يا جماعة ادونا أفكار، احنا بقالنا كام سنة وحضرتك عايشت أمور كتيرة وظروف صعبة كتير مرة من نادي الزمالك، وكتير برضو كان الكلام عن أفكار جديدة وأفكار متطورة عشان نزود موارد النادي ويبقى في الآخر سور نادي الزمالك ومحلات نادي الزمالك العقود الرعاية وبس، ما فيش موارد تانية. حضرتك بتتفق معايا الأول ولا بتختلف؟ هو احنا طبعا بنتكلم عن محلات، لو كانت المحلات دي من السبعينات، كان الارقام ضعيفه جدا، وكان حق الانتفاع 25 سنه و 30 سنه، وده اللي مأثر على النادي. يعني بتلاقي محل مثلا، محل كان بيتأجر في السنه مش عارف ب 1800 جنيه ولا ب 1500 جنيه حاجه كده في السنه، ودلوقتي المحل ده بيتأجر دلوقتي في الوقت الحالي بيتأجر ب 45000 جنيه و 50000 جنيه و 60000 جنيه في الشهر. فانت الارقام دي ما كانتش موجوده. انت اول حاجه كمان العضويه بتاعت النادي، زمان كانت العضويه بكام؟ دلوقتي العضويه بدانا دلوقتي يبقى يحصل تنشيط شويه في العضويه، احنا عندنا 92000 عضو. واحنا مع افتتاح الفرع الجديد في اكتوبر برضك هنقدر نلم فلوس كويسه من العضويه. فانت بتفكر في حاجات كتير، في ناس سابت المحلات، في ناس زمالك كسب قضايا على المحلات، المفروض المحلات دي هتؤجر حق انتفاع لفترات ثانيه بارقام هتساعد بشكل كبير. يعني بنشتغل كمان على لعيبه، سواء لعيبه بقى كانت طالعه لسه صاعده او لعيبه في العاب اخرى، بنوديهم اعاره عشان ناخد نستفيد ماديا، او لو لعيب مثلا
بنحس ان هو كبر وعنده فرصه ان هو يروح يحترف بره او يلعب في نادي ثاني، فاحنا ممكن يبقى في تسويق بشكل احترافي محترم. فده انت عندك حاجات كتير، اكاديميه، تفتح اكاديميات في اكثر من مكان في مصر، ان برضك الاكاديميات ممكن تعمل لك دخل كويس. فاحنا ده تفكيرنا في الفتره اللي جايه. وانت كمان انت بتصرف ان على الفريق الكوره او الفرقه الثانيه، انت بتجيب دلوقتي لعيبه محترفين، فانت محتاج الدخل دايما مستمر والضخ دايما مستمر المادي، فانت لازم تبقى عندك الاستعداد للافكار. يعني انت ما تعتمدش على مثلا فلوس الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه المفروض يعني الدخل بتاعها، انا اللي انا بسمعه يعني، انا ما اعرفش طبعا عشان انا ماليش في الماديات، انا الدخل معلوماتي ان مثلا مش اقل من 360 مليون جنيه، ده اللي انا فهمه يعني، اللي هو ده الاشتراك السنوي. الناس ما حست ان في عدم استقرار، ما بقاش نفس الكثافه العدديه، يمكن قلت شويه. فاحنا عايشين دلوقتي، انت بتفكر تجيب لعيب النهارده، ما تيجي تجيب لعيب ب 20 مليون و25 مليون. كان ال 20 مليون ده كان ميزانيه النادي كلها من اولها لاخرها زمان. دلوقتي ال 20 مليون ما تجيبلكش لعيب كوره يعني، فدي كلها ضغوط على النادي، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نشوف حلول. وانا طبعا اي حد بيساعد النادي بشكر، اي واحد بيقف جنب النادي بيساند النادي بيساعد النادي. وعندنا رجال اعمال يمكن ما يحصل استقرار شويه وبعد الانتخابات، انا في اعتقادي ان هيبقى الدعم هيبقى بشكل كويس جدا لمجلس اداره اللي هيجي، الدعم الفريق لفرق الكوره. عندنا لعيبه كتير قوي، ممكن لو ما كانش حصل الايقاف بتاع الصيد ده كان ممكن انت سفرت لعيبه تحترف او عملت اللعيبه اعراض تحترف تسافر، لكن عدم القيد ده يحجمنا بشكل كبير وخلانا ما بنقدرش كل حاجه بنتعامل بيها دلوقتي. صحيح، ما بنبصش تحت رجلينا، احنا بنبص تحت رجلينا وبنبص قدامنا. ايوه، ما هي حاجه غلط. النقطه حاجه، اتفضل يا كابتن. يعني فانا كل ده تفكيرنا يعني، فان شاء الله الامور خير. ان شاء الله. طيب كابتن فاروق، انا لازم اسالك على كمية القضايا التي لا تنتهي والغرامات على نادي الزمالك. أنا بقول لنفسي لو أنا شغال في نادي الزمالك وكل يوم عندي غرامة بمليون واثنين مليون وثلاثة مليون يورو دولار، فهتخض. أنتوا إزاي بتتعاملوا مع هذه الغرامات الكثيرة، آخرها غرامة محمد إبراهيم تحديدا يعني مع ريتمو البرتغالي؟ والله بص، أنا في اعتقادي إن لو كان في أخطاء في الغرامات اللي موجوده او المشاكل اللي موجوده، فانا من وجهه نظري ان هي ما كانتش بسوء نيه، يعني دي بحسن نيه، ان انت عايز تسفر لعيب ياخد فرصته وكده، لان اللعيب بيجي ما وفقش او بيكون ماضي او بيكون متفق على ان لو في شرط جزائي، وهي موضوع شرط جزائي ده هو اللي عامل ازمه كبيره في النادي الكل، سواء المحترفين المصريين، كل اللي سافر بره وما وفقش، فكل دي ضغوط وكل دي ديون بتبقى على النادي وكل دي قضايا عن النادي. يعني احنا ما شفناش كم من القضايا في حياتي، ما شفتش كم من القضايا اللي حصل في تاريخ النادي، والقضايا دي يمكن مش تهز النادي، بتهز يعني مثلا 20 نادي. بص يا كابتن فاروق، انا لا احب اقطعك ولا احب حتى اتحفظ على جمله، بس هل حضرتك شايف كل القضايا دي لو بحسن نيه؟ فلو مش حسن نيه فده يبقى اخطاء اداريه واضحه وجسيمه. يعني لما اتغرم كنادي واتحمل ملايين الدولارات بحسن نيه تبقى كارثه يعني يا جمهور يعني، معاناه. مش بتكلم على كل القضايا، في قضايا في يعني في لعيبه، انت جبت لعيبه واتفقت معاها انت هتستغنى عنها وهتمشي، وبعد ما مشيت واتفقت معاها وعلى المبلغ اللي هتاخده ممكن انت اتاخرت شويه في المبلغ، تقوم راح رفع قضيه. يعني في قضايا بقى لها اربع خمس سنين ودلوقتي بياخد عليك حكم. صح. طب انت ما كنتش مستعد للكلام ده، ولا كنت بتفكر ان في المكان ده هيجي لك منه مشكله. انت بتتعامل بشيء من الاستقرار، وان الفرقه عملت نتائج كويسه والفرقه خدت بطوله الدوري العام ووصلت لنهائي البطوله ابطال الدوري، وعندنا لعيبه كويسه، والزمالك بقى دلوقتي عنده قوام كويس وعنده استقرار يعني. فانا شايف برضك الحاجات دي يعني هتساعد وتخلي الناس تقف معانا في الفتره اللي جايه. يعني احنا لما حد بيجي يضغط على النادي او يقول للنادي مثلا انا ليا فلوس، انا مش عارف كان عقدي من كام، يعني معروف يوسف ماشي بقى له ثلاث سنين دلوقتي جاي بيطالب، محمد ابراهيم جاي بقى له ثلاث سنين بيطالب،
او القضيه بتاعته بوطيب مثلا القضيه بتاعته بقى لها قد ايه، اكشن بونج بقضيه بتاعته بقى لها قد ايه، ارقام الكلام انت بتتكلم في اربع ثلاث سنين واربع سنين عدوا. فيعني انا مش يعني برضك احنا كنادي الزمالك احنا ملتزمين ومنضبطين وهنكمل المشوار واي مشكله ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا. طيب كابتن فاروق ان شاء الله. كابتن فاروق، من الملفات المرهقه جدا اكيد ليكم كناس بتدير نادي الزمالك دلوقتي وموجودين في نادي الزمالك، مرهقه جدا ليكم، هي اكيد مرهقه قوي لجماهير نادي الزمالك، وهو ملف اشرف بن شرقي اللي مش راضي يتقفل، وكل يوم بنسمع فيه جديد. الجديد اللي بنسمعه فيه انه في قاعده، ان في جلسه، بس ما فيش تقدم حقيقي في التجديد. يعني اكيد الفرق في حدود اليومين الجايين دولت ان شاء الله يعني هيبقى في قرار يعني ان شاء الله مع اشرف. واحنا اول امبارح كنا كان في اجتماع وامبارح كان في اجتماع، وان شاء الله في قريب جدا هنشوف ان شاء الله، هنسمع خبر يعني ان شاء الله. يعني بعد يومين ان شاء الله الامور ممكن تحسم؟ تحسم ان شاء الله. تحسم اللي يفرح جماهير الزمالك؟ والله ان شاء يعني اتمنى يعني اتمنى. واحنا بنتعامل مع اشرف، اشرف شخصيه محترمه وبنتكلم معاه ويعني ونوصل لحل ان شاء الله، نوصل لحل. حضرتك بتبقى فاق يعني يبقى يراضي يرضي الناس ويرضينا، وما بقاش في نفس التوقيت ما بقاش ضغط علينا يعني. صحيح صحيح، بس يعني من كلام حضرتك حاسس ان الدنيا قريبه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله قريبه عشان جماهير الزمالك اكيد متعلقه جدا باشرف بن شرقي، واكيد اداره النادي متمسكه جدا باشرف بن شرقي. مفيش كل الناس متمسكه باشرف، سواء جماهير، الناس بتتمتع مع اشرف بن شرقي، اعضاء النادي، اللجنه، زمايله اللعيبه، المدير الفني، كلهم متمسكين بيه. فان شاء الله الفتره اللي جايه كارتيرون كان يتكلم يعني. عن كارتيرون كان يتكلم عن مباراه القمه وقال انه الاهلي قدر يعمل تدعيمات كثيره جدا وصرف فلوس كثيره جدا عكس نادي الزمالك اللي ما قدرش يعمل تدعيمات كثيره، ورغم كده نادي الزمالك قادر انه يخش المباراه. ده على لسان كارتيرون، يقدر يخش المباراه ويكسب المباراه. شايف حضرتك ايه؟ طبعا انا كل شيء ده الحاجات المعنويه دي مطلوبه ان انت تقولها. حاجات المعنويه دي لازم، هي بتديك الدافع ان انت تركز في المباراه. دايما مباراه الاهلي والزمالك الاستعداد ليها والتحضير ليها بيبقى بشكل تاني يختلف عن كل المباريات. اللعيبه بتبقى بتستعد بشكل عارف في ثقافه الاداء والتركيز، وحتى اللعيبه في الحوار مع بعضيها مع المدير الفني بيستعدوا. ما ننساش ان نادي الزمالك اخر 10 اسابيع السنه اللي فاتت اللعيبه كانت كلها رجاله، وكان ليها دور ان هم اتحدوا وحدوا الكلمه ان احنا عايزين ناخد الدوري، وربنا وفقهم وخدوا الدوري. على فكره دور اللعيبه في الفتره اللي احنا فيها كبير جدا، وانا كل اللعيبه دي ليها الاحترام وليها تقدير، وهي من افضل الاجيال اللي جت النادي من رغم الازمات اللي احنا فيها وكل ده، لكن اللعيبه كلها مركزه في الاداء وفي نادي الزمالك وفي الكيان اللي هو نادي الزمالك الكبير، وكلهم حاسين ان احنا ان هم رجل واحد وافكارهم واحده واتجاههم واحد، ان يفضل الكيان ده واقف على رجله، والكيان ده يفضل بيحصل او يحصد البطولات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. انت حضرتك شايف الدوري السنه دي دوري في منتهى القوه وفي منتهى السرعه ومنتهى الجمال، راي حضرتك ايه بشكل عام؟ كنت لسه بشيل بالدوري صوره واداء من اللاعبين كمان ومن الاجهزه الفنيه. ما فيش دلوقتي، احنا بنقعد في الاستوديو، انا كنت النهارده في الاستوديو التحليلي. ما فيش حاجه في دلوقتي في الدوري العام المصري تعرف مين اللي هيخلص المباراه. انت بتتفرج على المباراه وانت حاسس ان في تكافؤ في الاداء، في الامكانيات، في القدرات، في الكفاءات، اللعيبه في التركيز. فاحنا ده يبقى هدف كويس جدا للعيبه بتاعتنا في الفتره دي ان هم كمان يركزوا، وان عندنا لعيبه كويسين، وان الدوري العام السنه دي صعب. الثلاث فرق اللي هم جايين يعني الحديث التواجد في الدوري العام فرق مليانه لعيبه عندها خبرات، عندها مهارات، لعيبه مرت بظروف كتير او لعبت في انديه كبيره. وجودهم في الدوري العام مش حاجه جديده، وهم مش جايين مش طالعين من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى، لا. الفرق دلوقتي كلها تحمل اسامي كبيره من لعيبه، ولعيبه عندها خبرات ولعيبه قويه ولعيبه لعبت في انديه كبيره. فان شاء الله دولت هيخلوا الدوري في حماس وفي قوه، وعلى الاقل انت قاعد بتتفرج على المباراه مش عارف مين اللي هيكسب. ودي اهم حاجه، هو ده بقى يبقى العدل في الكوره، وانت قاعد مهما كانت قدرات الفرقه الكبيره
لازم لا يبقى فيهم منافسه، ولازم دماء جديده تخش في عالم الكره في مصر. فاحنا نتمنى ان شاء الله الدوري يكون قوي ان شاء الله. اخر حاجه كابتن فاروق، في لاعبين كتير عقودهم تنتهي بنهايه الموسم ده، في بداتوا فتحتوا ملف التجديد للاعبين، قعدتوا مع لاعبين، في لاعبين ممكن نسمع خلال الساعات اللي جايه. بدانا نقعد مع لعيبه ونتكلم مع لعيبه، واللعيبه يعني الاستجابه الحمد لله كويسه، واللعيبه حابه النادي يعني. من الجميع كابتن فاروق، من الجميع ولا في ناس مزرجنه شويه؟ والله ما فيش زرجنه يعني. هو كل واحد بيبقى ليه طلبات معينه، فاحنا بندرس كمان وبنرد عليه، وان شاء الله كل الامور الفتره الجايه تصلح ان شاء الله، تبقى مظبوطه ان شاء الله. اخر حاجه، محمود شبانه كان الكلام ان هو رايح المريخ. والله قعدنا مع المريخ السودان وامبارح، وكنا قاعدين بنتكلم، وان شاء الله نوصل لحل، ان بكره اخر يوم يعني. نتمنى النهارده يكونوا وصلوا الحل معانا او ردوا علينا. واحنا نتمنى يعني، انت عارف احنا والسودان حته واحده يعني، صح. يعني قلب واحد، ويعني اخواتنا وحبايبنا، فان شاء الله نوصل من هنا لغايه بكره ان شاء الله قبل الساعه 12 بالليل يكون وصلنا ان شاء الله القرار. صحيح. كابتن الكبير كابتن فاروق جعفر، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مستشار الفني لنادي الزمالك، شرفتني ونورتني، اشكرك. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا. ده كان الكابتن فاروق جعفر. طيب، في فريق اسمه فريق بوسيفيا برشيد في المغرب، ليه مدرب مصري اسمه الكابتن محمد فتحي. ليه قصه؟ انه كان بيلعب مباراه في المغرب، وهو في ارض الملعب جاله خبر وفاه والدته. تناقلت السوشيال ميديا صورة للكابتن محمد فتحي وهو يبكي وسط المباراة على خبر وفاة والدته. الصورة أمام حضراتكم اهي، حاجة في منتهى الصعوبة، في منتهى الصعوبة، منتهى الألم يعني. مفيش بعد كده، لو في مكان شغلك ولكن انت في أرض الملعب متوتر بتركز في المباراة ويجيلك خبر زي ده، مفيش بعد كده معاناة، مفيش بعد كده صعوبة. طيب نروح للكابتن محمد فتحي. كابتن محمد، صباح الخير على حضرتك والبقاء لله. شكرا يا فندم. انا يعني شكرا. الخبر احزننا جميعا، وخبر صعب جدا، وصورتك كانت مؤلمه كثيرا. انا بعزيك وقول لي كده، عشت اللحظه دي ازاي؟ التجربه الصعبه دي ازاي؟ عدت عليك ازاي؟ هي تجربه صعبه جدا. مفيش اصعب من الام. وكان يعني زي ما حضرتك قلت كده، ما في الاحترافيه ما فيش اي مجال للتراجع يعني. الخبر بيجي لك وانت شغال، فلازم تتعايش معاه. بس كانت لحظه صعبه، واتمنى ان ما حدش يعيش اللحظه دي، وربنا صبرني وعدها على خير. صحيح. فندم، احنا قلنا نكلم حضرتك، نعزيك ونشد على ايدك، وان شاء الله ربنا يكتب لها الجنه. البقاء لله يا فندم، شرفتني ونورتني، اشكرك يا فندم. طيب، اللقاء اللي جاي ده لقاء في منتهى الاهميه مع شخص في منتهى الاهميه، شخص محترم جدا، مدرب كبير جدا، مميز جدا، سمعته يعني لما بنقول سمعته في السوق بتاع الكوره بتاع التدريب، الناس كلها تعرف انه مدرب كبير ومدرب محترم. هيشرفني وينورني بعد هذا الفاصل الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى، المدرب السابق لمنتخبنا الوطني في جهاز الكابتن حسام البدري. بس قبل الفاصل عايز اقول لكم حاجه، احنا بدانا من يومين كلمنا عن فريستايلا وازاي الناس بتحب الكوره، فبيلعبوا كوره مختلفه عن الكوره اللي احنا بنشوفها، ورحنا عملنا لحضراتكم تقرير تشوفوا ناس تانية بتلعب الكوره ازاي. هتروحوا تشوفوا في التقرير ده ناس هو عملوا دوري، هو لاعبين ما كانش عندهم الحظ ان هم يلعبوا كوره في انديه في فرق في مستوى احترافي، فعملوا دوري موازي، دوري للهواه، حاجه ممتعه، حاجه رائعه. حلو ان انت تحب الرياضه وتحب انك تلعب الكوره، تحب تلعب طول الوقت. زي ما قلت لكم هيكون معايا كمان بعد هذا التقرير وبعد هذا الفاصل الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى. خليكم معانا، نلتقيكم بعد الفاصل. شباب بنحب الكرة جدا، وفي جزء مننا كان بيلعب بشكل احترافي يعني، واحنا في فترة الناشئين،
وبس ومنا ما كانش موفق وفي ناس جالها اصابات وحاجات زي كده، فحبينا ان احنا نعمل حاجه تبقى موازيه لدوري محترفين يعني، بس للهواة مجمعه ناس من اعمار مختلفه وخلفيات مختلفه. فقررنا ان احنا نبتدي نجمع اصحابنا ومعارفنا ونبتدي ان احنا نلعب بشكل ودي مع بعض. واحده واحده الفكره بدات تكبر، يعني حسينا ان في اقبال كبير عليها، فقررنا ان احنا عايزين نعمل حاجه تبقى موازيه بالظبط للدوري، يعني الدوري المصري يعني الممتاز. كناش متوقعين خالص ان الفكره هتلاقي تقبل بالمنظر ده، احنا كنا فاكرين الموضوع هيبقى مختصر على ماتشات وديه، فالحمد لله كنا نقدر وصلنا للمرحله دي بثمان فرق مشاركه في الدوري، اكتر من 300 لعيب، دي حاجه كويسه جدا طبعا، بس هي لسه البدايه. احنا ان شاء الله ناويين نوصل المحافظات كلها، وناويين احنا يبقى عندنا لعيب اكتر بكتير ان شاء الله. عرفت البطوله دي ازاي؟ كذا حد من صحابي قال لي عليها عن طريق الفيسبوك والانستغرام وبتاع، قلت ان هي فكره لذيذه، ان هو مش يعني الناس اللي فيها كويسه، المجتمع نفسه بتاع الفريق، الماتشات نظيفه، فيها حكام، فيها ملعب كويس، بس والمنظمين نفسهم بتوع الـ URL كلهم ناس كويسة جدا، فده اللي شجعني انا اخش البطولة يعني، وفكرة حلوة والماتشات في مواعيد كويسة. المشاركات الكرة دي اجمل حاجة هنا في مصر، لان هي مش متاح ولا سن ولا متاح، يعني ما فيش حدود، بس فيها تنظيم كويس وفيها ادارة كويسة. انا قبل ما اجي 11 كنت بلعب خماسي كتير جدا، فلعبت في نوادي هنا بس لعبت فترات بسيطة، لعبت في نادي الغابة تقريبا كان درجة ثالثة او درجة رابعة، لعبت في نادي مصر المقصة درجة ثالثة، كنت بلعب في وادي دجلة خماسي بطولات خماسي، كنتش بلعب 11 وكده. الفكره جت عن طريق الدوري المصري اللي هو شباب من معارف، يعني بعرف شباب معايا بيلعبوا كده، فكلموني قالوا لي في ملعب 11 شباب منظمين دورات جميله يعني في 11 كده، وانا بصراحه انا كنتش بلعب 11 كتير، بس الفكره كلها اللي شدني للموضوع ان انت تلاقي دوره في 11 بالتنظيم ده وبالشكل ده، دي حاجه كويسه لينا كلنا. كنت بلعب كوره من وانا صغير خالص يعني في الاكاديميات وكده، من وانا طفل يعني، لغايه لما بدات اكبر شويه بدات اخش نادي بقى بيلعب دوري وكده. لعبت في مرحله الناشئين في نادي اسمه كاسكاده، وبعد كده انتقلت رحت لعبت سنه في نادي الشمس، فكنا بنلعب 11 برضو بتاع، فانا كنت بحب اللعب ال11 اكتر من اللعب الخماسي او كده يعني. بس لما دخلت هندسه بقى في 2015 ما كانش فيه يعني فرصه اعرف اوفق ما بين الحاجتين، فبطلت يعني لعب من فتره طويله. بعد ما اتخرجت على طول لقيت الشباب على جروب من جروبات الجامعه يعني حاطين اعلان على دوري مصر للهواه ويلعبوا 11 ومش لازم يبقى ليك اي اكسبيرينس قبل كده في لعب الكوره وبتاع، فحبيت ان انا ارجع اشارك تاني واني العب تاني، فسجلت معاهم. ما كنتش اعرف حد لسه خالص في الاول، جيت بقى اتعرفت على الناس هنا، الناس كلها كويسه، وعرفنا اكون فريق اهو وبلعب معاهم بقى كل مره الحمد لله. دلوقتي اللعيبه لا من 18 عادي، من 18 سنه لحد 50 يعني، معانا لعيبه من اول 18 سنه وعندنا ناس عندها 45، ففي يعني فاريشن في الاعمار كبير جدا، من اول 18 لحد 50 30ات وفي الاربعينات، ومن اول 18 سنه يعني في ناس في اخر سنه في الدراسه في المدرسه يعني، وفي ناس في الجامعة، وفي ناس اوريدي اتخرجت، وفي ناس بتشتغل. هذا البرنامج برعاية البحر الواسع، كله بيرمي شابك في شبك يشبكك اسحابك. نجح في فرض نفسه على الكرة المصرية خلال فترة التسعينيات بفضل موهبته والتزامه داخل الملعب وخارجه، ونال ثقة المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه. طارق مصطفى. الجناح الطائر الذي يمتلك مسيرة رائعة سواء كلاعب أو مدرب، بدأ حياته الكروية في مركز شباب إمبابة، ولعب الأندية أسوان والشرقية للدخان وجولدي، قبل أن يحقق حلمه بالانتقال إلى الفارس الأبيض ليبدأ رحلة مرصعة بالبطولات، لعب خلالها أدوارا تكتيكية مميزة سواء دفاعيا أو هجوميا، ثم خاض تجربة احترافية مع نيوشاتل السويسري وأنقرة التركي قبل أن يعود للدوري المصري عبر بوابة الإسماعيلي،
ومنه إلى المصرية للاتصالات ثم بتروجيت، وبعده الجونة الذي شهد ختام مسيرته كلاعب. وعقب الاعتزال توجه مصطفى لمجال التدريب وبدأ مشواره من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ثم انطلق في طريقه كمدرب عام مع عدد من الأندية حتى جاءته الفرصة للعمل كمدير فني، والبداية كانت مع فريق الدفاع الحسني الجديد المغربي ثم أندية العروبة والفجيرة الإماراتيين وكذلك نادي وادي زم المغربي، قبل أن يتم اختياره كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري. طارق مصطفى الملقب برجل النهائيات نظراً لتألقه في المباريات النهائية التي لعبها، حيث نجح في تمهيد الطريق أمام الزمالك لحصد لقب دوري الأبطال عام 1996، وذلك بهدفه في شباك شوتينج ستارز النيجيري، كما كان بطل المشهد الختامي لرواية الراحل محمود الجهري في نهائي أمم إفريقيا عام 1998 بتسجيل الهدف الثاني في شباك جنوب إفريقيا. عن مسيرته الكروية الرائعة وكواليس رحلته مع الساحرة المستديرة ووجهته المقبلة في عالم التدريب وسر الإخفاق مع الفراعنة ورأيه في الدوري وغيرها من الملفات، يحدثنا طارق مصطفى مع كريم رمزي في رقم 10. الجول اللي كان في اخر التقرير ده الجول الثاني لمصر في جنوب افريقيا في نهائي كاس افريقيا 98، ده في رايي وفي راي الكثيرين يعني واحد من افضل الاهداف اللي جم في تاريخ الكره المصريه، تكتيك وشغل فني محترم ونهايه للكره بشكل رائع جدا من الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى اللي زي ما قلت لكم قبل الفاصل ده واحد من المدربين الشاطرين قوي المحترمين قوي، والناس اللي فاهمه كوره واللي فاهمه تدريب يعرفوا قيمته وامكانياته جيدا، نجم كبير كلاعب نجم كبير كمدرب، بيشرفني ونورني في هذه الفقره يا كابتن طارق، حقيقي مشرفني ومنورني. شرف لي انا كريم، مبسوط ان انا معاك ومبروك واول مره اكون موجود معاك في البرنامج، ما شاء الله على يعني ان شاء الله بالتوفيق ومعاك اعداد كمان كلهم. كنت بتتكلم على الدرمالي ولا ريهام ولا احمد عمال ولا زكي كل الناس يا بصراحه ميكي. وبشكر ريان على التقرير توفيق ان شاء الله. يا كابتن طارق مشرفني ومنورني. الله يخليك، شرف لي ان انا موجود معاك. طمني عليك. وكمان الجون اللي انت قلته ده. ايوه. الله يرحمه كابتن محمود الجوري. اللي انا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. وانا بشوف دايما الكابتن محمود الجوري واحد من الناس اللي ليها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على طارق مصطفى يعني. الله يرحمه ويغفر له. جول خطير. انا كل ما اشوف الجول ده ازاي اتعمل بالمثاليه دي، بالمثاليه. انت ممكن كمدرب تختار فكره تعمل بيها الكرات الثابته وتعمل بيها الفوائد. بس دي اتطبقت بمثاليه بالزبط. يعني انت لو كنت ضيعتها في الاخر كانت الكره دي انتهت وكنا نسيناها وكنا ما نعرفش عنها حاجه، بس انت برضو عشان نهيتها بشكل رائع جدا فالكره متعلقه بذكرياتنا عليك نور يعني. على فكره الجمله ديت او الكره الثابته دي اتعملت في البطوله كتير قوي بس زي ما انت بتقول يا كريم ما حدش حس بيها يعني عملها احمد حسن وهاني رمزي وحازم امام وعبد الستار ناس كتير قوي عملتها في البطوله، عملناها اكتر من مره بس هي الحمد لله جت في النهائي وجت مع طارق مصطفى عشان يبقى في بصمه دايما موجوده، عارف انت كل شويه بماتش مع امم افريقيا ومنتخب مصر لما بيجي يلعب تتذاع فتفضل الناس دايما فاكراك، فده يعني دعوات والدتي الله يرحمها ووالدي دايما الموضوع ده بيفضل في ذهن الناس فدي حاجه تسعدني وتشرفني يعني. عايز قبل ما اخش على المنتخب وقصص المنتخب وحكايات المنتخب اللي انت متعود تتسال عليها من ساعه ما مشيت طبعا، اسالك الاول على شغلك تدريبك الناس اللي اشتغلت معاهم انت فين دلوقتي ناوي تعمل ايه، عايزك تتكلم معايا شويه عن التدريب قبل ما نخش بقى في اللي اصلا مين قال ايه ومين عمل ايه والكلام اللي لازم اقوله برضه بالمناسبه يعني. طب بص انا يعني بدايه يعني اتفضل انا اتمرنت مع كلاعب يعني مع مدربين كتير جدا ممكن تقول مثلا 90% من مدربين مصر الكبار اللي كانوا موجودين على الساحه اولهم طبعا كابتن محمود الجوري، مش عايز انسى حد ولكن فيها هتلاقي اهلاويه وزملكاويه وناس كتيره جدا انا كان ليا الشرف ان انا اتمرن معاها، فدايما وانا كنت لعيب كنت دايما كريم كل ميزه في كل مدرب كنت باخدها ليا احطها في دماغي، يعني في مدرب بيعرف يتعامل من ناحيه نفسيه كويس، في مدرب من ناحيه البدنيه كويس، في
في مدرب محاضرته بتبقى عامله ازاي، في مدرب بيعرف يتعامل مع المباراه ازاي، زائد ان انت يعني اكيد بتطور من نفسك، اكيد بتتعامل، اكيد بتشوف، اكيد امور بالنسبه لك بتبقى مختلفه شويه في قراءه المباراه، في تمريناتك، خلاص شغل دايما دايما في حديث يعني. صحيح. فبالتالي انا يعني انا من النوعيه اللي بحب دماغي جدا. انا في التدريب كمان، في بدايتي في التدريب اشتغلت في نادي الزمالك، وكان لي الشرف في القطاع الناشئين مع دكتور محمود سعد، اللي انا دايما ببقى سعيد وفرحان لان انا اتعلمت من واحد يعني ايه الحمل، يعني ايه تعمل احمال، يعني ايه تدريب، يعني ايه تقف ازاي، يعني ايه تتكلم ازاي. الشكل الاكاديمي العلمي المهم في اي مدرب، ما يكونش بس بشطارتك وموهبتك خالص. صحيح. ده دايما البدايه، دايما بيديك اساسيات، دايما كان بيدينا محاضرات. فالموضوع بالنسبه لي كان ان انا عايز اتعلم، وعايز في نفس الوقت ان انا عندي طموح ان انا اشتغل، وان انا اكمل مع حد، وان حد ياخد بايدي في الاول. فطبعا واحد برضو من الناس كابتن يحيى اول واحد اشتغلت معاه، واشتغلنا يمكن درجه ثانيه مع اسمنت السويس والدور الثاني تحديدا بس، وعملنا نتائج الحمد لله، يمكن ما اتغلبناش على المباراه واحده في الدور الثاني مع اسمنت السويس، وكانوا ثاني من تحت كانوا هينزلوا وحققنا نتائج كويسه. رحنا بعديها الانتاج الحربي في اول سنه وبعد كده 7-8 سنين مع كابتن يحيى كلهم نجاحات، مع مقصه، مع انتاج حربي، مع في السعوديه، رجعنا ثاني المقصه لغايه اما ربنا كرمني برضو بواحد برضو بشوفه ان كان ليه بصمه في وجود طارق مصطفى في المغرب، وهو كابتن مصر طبعا كابتن حسن شحاته. دول هو وخدني معاه، انا ما كنتش هيبقى ليا دور او ليا اسم في المغرب. الحمد لله اشتغلت مع كابتن حسن في المغرب فتره ممكن تكون قصيره شويه، كابتن حسن ما قدرش ان هو يكمل، ولكن انا الحمد لله كملت. وهنا كانت البدايه بقى كطارق مصطفى كمدير فني لفريق الدفاع الحسن الجديدي، ودوري مغربي دوري قوي جدا انا بشوفه، ودوري متصنف، ومدربين كتير جدا موجودين اجانب، فالحمد لله مدرب جدا في المغرب يا كابتن. انا ما بكلمش حد في المغرب، لما يتكلموا عنك دايما بالخير بصراحه. بص هو الحمد لله والشكر لله، يعني اكيد اكيد حصل حاجه عشان يتكلموا عليك يعني. الحمد لله النتائج يعني، انت بتلعب الرجاء وبتلعب الوداد، بتلعب مع فرق الدفاع الحسن الجديدي او حتى سريع وادي زم اللي انا كنت ماسكه سنتين، ليك طريقه لعب وليك اسلوب لعب وليك فكر معين، فبالتالي الحمد لله انت عملت بصمه للمدرب المصري، والحمد لله والشكر لله. يمكن يعني المغرب كلهم انا بحترمهم جدا، لان هم تقريبا يعني من القلائل اللي بيعرفوا يقدروا كويس قوي يعني. ممكن يا كريم ممكن يكون في مدرب مثلا ماسك فرقه هناك ممكن يكسب 4-5 ماتشات بس ما يمشي ما يكملش، والعكس ممكن يكون مدرب بيتغلب 4-5 ماتشات بس هم شايفين في حاجه كويس. بتتعمل في شغل، مدرب كويس في شغل بيتعمل. صحيح. في لان هناك بيحضروا التمرين مش بيحضروا الماتشات بس. يعني قبل كورونا بيحضروا التمرين، يعني في التمرين كنت تلاقي 2,000-3,000 متفرج. فالموضوع مختلف شويه، فعشان كده الحمد لله والشكر لله. يعني خدت خبرات كتيره جدا من شغلي في المغرب بصراحه يعني. ذكرت كل المدربين اللي اشتغلت معاهم، ذكرت كل المدربين وشكرت كل المدربين اللي انت اشتغلت معاهم بشكل محترم جدا من حضرتك، ولم تذكر الكابتن حسام البدري. لا انت بتتكلم ان انا يعني اشتغلت معهم في البدايه كل دول، انما وانا اشتغلت مع منتخب مصر دي حاجه تانية. يا ما تشتغل يا كريم يوميا غير يا ما تشتغل مع حيل. يعني غير يا ما تشتغل على فترات بعيده جدا. تجربتك مع منتخب مصر، يعني تجربتي مع منتخب مصر او مع كابتن حسام، طبعا خليني اقول لك ان كابتن حسام من افضل الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها في حياتي على المستوى الانساني والاحترام، وان بتتعامل مع واحد هنا نظيف يعني بصراحه يعني. هي. يعني انا بحب كابتن حسام على المستوى الشخصي. المستوى المهني، المستوى المهني احنا يعني اشتغلنا مع بعض فترات قليله جدا وكنا نفسنا ان احنا نكمل، ولكن الظروف هي خلت خلاص المنتخب ما يكملش او كابتن حسام والجهاز ما يكملش. ولكن اشتغلنا الحمد لله، احنا ما اتغلبناش، احنا مشينا من المنتخب وانت اول صاعد افريقيا، فبالتالي لعب ماتشين في كاس العالم، فالموضوع ما كانش ان انت اخفقت او ان احنا كان في يعني مش راضيين على المستوى او الكلام ده كله، لان الكلام اللي بيتقال غير الواقع يعني. خلينا نقول انا سعيد بالشغل مع كابتن حسام. كان في اختلاف وجهات النظر لا انكر ذلك في حاجات كثيره جدا. هناك جدا سؤال يا كابتن طارق، حضرتك مدرب كبير ومحترم وبتشوف في ارض الملعب الاداء كان عامل ازاي؟ احنا كمشاهدين كجماهير، مش هقول لك كعالمين، احنا كلنا جماهير لمنتخب مصر. طبعا كجماهير لمنتخب مصر ما كناش راضيين،
انت كنت بتكسب او حتى بتحقق النتيجه معقوله، وفعلا زي ما انت قلت لو بالتقييم بالورقه والقلم لا الجهاز ما فشلش، بس كلنا كنا قلقانين وشايفين الاداء في حاجه غلط، والدليل انه الاداء اتحسن بعد كده مع مدرب اخر ومع جهاز اخر. في حاجه اكيد كانت غلط يا كابتن طارق يعني برضو. طيب. انا كان معايا كابتن سيد ويقول لي احنا ما فشلناش، وكابتن حسام بدري طبعا قال احنا ما فشلناش حلو، بس احنا ما كناش راضيين عن الاداء. طيب انا هرد عليك في الجزئيه دي بسيطه بس. اتفضل. اولا يعني طبعا بتمنى التوفيق طبعا للجهاز الفني المنتخب ان شاء الله يصعدوا كاس عالم، وهنصعد ان شاء الله كاس عالم، لان ده تحولنا يعني كلنا المشجعين بقى خلاص دلوقتي مشجع للمنتخب. طبعا طبعا طبعا، خلي بالك ده اللي كنا بنقوله للعيبه، لان انا لعبت المنتخب وحققت بطوله المنتخب. صحيح. فبالتالي كان نفسي وانا كمان مدرب اعملها، فكنت اتمنى. هي. ولو صعدنا كاس العالم ما انا برضو مشارك في الجزء دوت، لان احنا كنا موجودين. اللي عايز اقوله لك ان المنتخب معلش يعني مع كبر ما قعدنا 5 سنين ما كانش فيه اداء. طيب. فموضوع الاداء خليه ايه يعني، خليه على جنب، مش عايزين نتكلم فيه. بجد؟ دي حقيقه. طبعا. طب انا مش عايز اسيب حاجه على جنب، ما هو برضو شوف انا فاكر كاداء يعني. كاداء احنا كمان انا كطارق مصطفى بقى انا اتكلم عن نفسي. انا كمان مش راضي على الاداء، انا راضي على الاداء بتاعنا. هم في مباريتين، مباراه جزر القمر هنا عندنا اللي احنا كنا كسبناها، كنا كسبانين 3-0 اول تلت ساعه، والمباراه اللي هي كانت في انجولا. في انجولا ايه السبب بقى الاداء؟ انجولا في انجولا ايه السبب؟ ده عوامل كتيره جدا. خلي بالك يعني. طب انت هقول لك حاجه، طب ما هو المنتخب الماتش الاولاني اللي لعبناه هنا بتاع انجولا ما كناش كويسين. صح. انا كنت قاعد بتفرج، كنت بقول ايه ده احنا لسه بنتكلم على الماتش اللي كان مع كيروش. اول ماتش. انا وانا قاعد بتفرج قلت ايه ده احنا لسه ماسكين ولا ايه؟ انت قلت كده؟ انا قلت كده والله. لا في ده اصلا لا اقسم بالله لسه ماسكين. انا بقول لك احنا انا ما بقولكش احنا كنا حلوين. كريم انا دايما واضح وصريح. هايل يا كابتن، عارف انا بقول لك دايما 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 لازم الماتش الثاني كان كويس. ليه؟ انت قعدت فتره كويسه حوالي مثلا اسبوعين بتمرن، ودي اي منتخب وترجع لزمان يا مكان الكابتن حسن شحاته ماسك، مكان الكابتن محمود الجوري ماسك، اي منتخب في تجمع اسبوعين 3 اسابيع او شهر بتلاقي المنتخب في حته تانية. ده معروفه جدا جدا جدا. احنا ما كناش كده، احنا كان عندنا ضغوط، وكان الدوري بيتلعب كل 3 ايام، كان في مشاكل. تعرف انا برضو بقول ان احنا اخطانا في حاجه، عشان برضو الموضوع يبقى صريح يعني، اخطانا ان احنا ما لعبناش مباراه وديه تحديدا في المعسكر الاخير. ليه بقى يا كفاية؟ في اخر المعسكر الاخير. ليه؟ مش قبل كده. عارف قبل كده ليه؟ قبل كده لان الزمالك والاهلي وصلوا لنهائي افريقيا. تمام. بيراميدز وصل لنهائي افريقيا. فانت خلاص وصلت للي انت عايزه في الفتره دي. انما الفتره الاخيره احنا ما عملناش. ليه بقى ما عملناش؟ ليه دي اتحط تحت 50 بند؟ يعني مثلا الدوري المفروض ان هو كان هيتلعب، والاهلي كان ليه ماتشات، وانت كنت متفق مع فرقه، والفرقه ديت اعتذرنا لها عشان لعيبه الاهلي وعشان لعيبه بيراميدز كانوا كبير. الزمالك ما كانش، خلاص الزمالك كان بره الموضوع. فبالتالي انا بتسالني عن رايي، لا احنا من وجهه نظري يعني كان المفروض ان احنا نعمل مباراه وديه، على الاقل مباراه وديه. صح. في التجمع الاخير في الاجنده الدوليه. وانا كنت محضر كمان اللعيبه، يعني انا قلت كنت محضر لعيبه كتيره جدا، حوالي 25-28 لعيب للكابتن حسام، عشان هم طلب مني زي ما كان حسام بيطلب مني، من احمد ايوب، من كابتن سيد، سيد معوض، من ايمن طاهر، فبنبقى جاهزين يعني. بس هو ده والقرار وقتها كان من الكابتن حسام بدري والجهاز المعاون انه خلاص نمشي الدنيا وبلاش مباريات وديه. هل الكابتن حسام البدري وحضراتكم كجهاز معاون في اي فتره من الفترات، هكلمك بصراحه معلش يا كابتن طاهر، انا عارف ان انت بتتكلم بصراحه جدا، من الحاجات المهمه جدا انه اتقال في الفتره دي في مجاملات لضم لاعبين، في مجاملات لاتحاد الكوره، في من الاتحاد الكوره يعني الجهاز الفني بالجامعة اتحاد الكوره بيقول له ماشي امورك، في مجاملات للاهلي، في مجاملات للزمالك، دايما كنا نسمع جمله المجاملات دي في الجهاز اللي موجود. كان في ولو نسبه على مالك، ولو على مالك، انا مالك خالص انت ممكن. لا على مالك. الف سلام الف سلام. احنا ممكن نروح لفاصل، وبعد الفاصل نكمل مع حضرتك، تكون ريحت تماما. بس اوعى تكون انت بتقرا من السؤال، شكلك تعبان بجد. لا خالص والله. هنرجع تاني للكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى بعد هذا الفاصل، خليكم.
طارق. جول يا طارق، جول يا طارق، واللي يحطها جول. يا سلام يا طارق، يا سلام يا طارق يا ابني، يا سلام يا طارق. طارق مصطفى، طارق هوبا، طارق هوبا، هوبا هوبا. جول يا طارق، جول يا طارق يا مصطفى، يا احد النجوم النهارده طارق. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى. قبل الفاصل سالتك عن اتهامات كانت توجه لهذا الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري وجهازه والمعاون بالمجاملات، مجاملات للاهلي، مجاملات للزمالك، مجاملات لاتحاد الكوره انه بيمشوا امورهم. انت كنت شايف ايه وانت موجود في الجهاز الفني؟ هل كان في ولو نسبه مئويه في مجاملات من اي نوع؟ لا تتكلم بصراحه، لا خالص خالص. خلي بالك، اصل مجاملات ممكن يكون في الاختيارات، مجاملات مثلا في ان انت بتضي فرقه على الفرقه، الكلام ده كله خلي بالك انت منتخب مصر المفروض ان هو اكبر من اي نادي يعني. انا قلت لك ان احنا طبعا اخطانا، ان احنا في الاجنده اخر حاجه ان احنا ما لعبناش مباراه وديه، ودي انا بشوف ان احنا دي اللي تنازلنا عنها، كان لازم نتمسك بيها. يعني انت بتيجي مثلا في الجهاز مع الجهاز الجديد مع كروش وكابتن ضياء السيد، انت المفروض كان منتخب مصر كاس مصر يتلعب، انت كاس مصر ما تلعبش لغايه دلوقتي، ما تعرفش مصيره ايه. لو موجود انت بقى الجهاز المصري، وهي دي اللي انا بقول لك ان احنا كان لازم احنا اخطانا فيها بشكل كبير جدا. انت كان لازم تصمم على الاجنده الدوليه وتلعب الماتشات وديه، بصرف النظر ان النادي الاهلي او النادي الزمالك او ان انت مكمل او ان انت مش مكمل، فدي انت جيت على حق من حقوقك يعني. بس في اي لحظه من اللحظات فكرت ولو تفكير في الاستقاله؟ انا بص، خلينا نكون متفقين، يعني فكرت، لان انا كان بيجي لي عروض وبيجي لي عروض من جوه مصر ومن خارج مصر. والفتره دي احنا يعني مش بس فتره قريبه، لا كان في ضغوط كبيره جدا 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 علينا. ايه سببها؟ الله اعلم. ان انت كجهاز ما فيش القبول او الرغبه ان انت كجهاز منتخب مصر حاسس ان انت يعني في قبول من الناس، من الجهاز الفني ولا من الكابتن حسام البدري؟ لا من كله. انا دايما بص يا كريم، انا دايما راجل الحمد لله، مش عمري ما بنط من مركز او عمري ما مش عارف بقول حاجه، لا الجهاز كله. انا دايما لما باجي اتكلم على حاجه، احنا يبقى كلنا فشلنا، يبقى كلنا بالظبط كده. حتى وانا مدير فني، انا لما باجي اطلع بتكلم بقول انا السبب، انا اللي اتحمل، انا اللي اعمل. انما طالما انا في بتكسب تقول الجهاز الفني كله، بالظبط كده، صحيح. فبالتالي هو ده هو ده هو ده اللي حصل يعني. حسيت ان احنا لا، مفيش رغبه عند الناس ولا عند الاعلام ولا عند الجمهور. طب انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. انا من وجهه نظري برضو كطارق مصطفى كمدير فني، افضل تغييرات اتعملت وافضل تلت ساعه اللي في مباراه الجابون، اخر مباراه لينا، ان انت كنت 10 لعيبه وان انت بتلعب الجابون في الجابون وان انت مغلوب 1-0 وان انت بتعمل اداء اخر ربع ساعه وبتضغط الجابون على ملعبها وبتتعادل في اخر دقيقه. فانا اشوف ان دي من الحاجات اللي كانت عليها علامه استفهام يعني. من وجهه نظري يعني. زي ما قلت لك في ماتشين عملناه قبل كده كويسين كاداء ونتيجه. ولكن اللي عايز اقوله لك ان لا، احنا شوف ان احنا اتظلمنا في موضوع تفكيرك في الاستقاله. كان بس عشان عروض خارجيه؟ لا 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 لا، مش عشان كده. انا خلي بالك، انا قلت ان انا فرحان بخروجي من المنتخب اكتر من دخولي المنتخب. ليه بقى؟ لا كتير، حاجات كتيره. لا يعني انا بقى موجود في منتخب مصر واقول انا فرحان ان انا خرجت، ده يبقى في طبعًا. في قصه، في حكايه يعني. لا مش حكايه ولا حاجه، بس في ازاي يعني؟ انا شغال، معلش يا كابتن، انا شغال مع منتخب مصر ومبسوط، ده اكيد حلم اي مدرب في الكون انه يبقى موجود مع منتخب مصر. بص يا كريم، اتفضل. طبعا وشرف لي ان انا اكون موجود مع منتخب مصر. دايما انت يعني كل واحد بيبقى ليه دماغ وليه فكر وليه اسلوب معين. اكيد في اختلاف حصل ما بيني وما بين الكابتن حسام في البدايه،
مصر خلاف. كلها كانت عارفه مصر كلها يعني في وجهات نظر معينه وبتاع وكده وخلاص والموضوع انتهى وخلاص والكابتن حسام انا عرفت دماغه وعرف ده كنا اول مره نتعامل مع بعض يمكن ما تعاملناش معنا والكابتن حسام مع بعض ولكن الضغوط اللي كانت عليك انت كجهاز وشايف ان في عدم رضا وعدم قبول وان انت كل ما بتعمل حاجه بتتاقد وكل ما بتعمل حاجه عندك مشاكل مش معسكر دخلته الا بمشاكل طب ما ايه اللي كبرنا على كده المفروض ان انت داخل منتخب مصر ده عايز دعم كل الناس بالظبط طبعا كل الناس شاورتلك شاورتلك وانت قلت اللغه صح فانت ما لقيتش حد مع احترامي ما لقيتش حد فبالتالي حسيت لا حسيت ان الموضوع فيه صعوبه انما انا نط من المركب لوحدي لا يعني فكرت اكتر من مره ان انا اعتذر وان انا اقول وان انا اعمل بس انا ما ينفعش انا ماسك منتخب مصر قلت لك حتى لو ماسك نادي او ماسك اي حاجه انا ملتزم. مش من النوعيه الملتزم بعقد جدا مش من النوعيه اللي انا حتى لو هيجي لي عقد اكتر منه لا مش ممكن انا مش كده او ما بحبهاش فبالتالي لا حسيت ان في ضغوط ومشاكل كتيره جدا مفيش معسكر الا لما نخش فيه مشاكل في مشاكل خلي بالك ايه مصر كلها عارفه ان في خلاف صح مين اللي قاله انا كنت انا والكابتن حسام مع بعض زي انا وانت دلوقتي انا مره واحده لقيت التليفونات وناس كتير بتتكلم وفي خلافات وفي انا اول ما سمعت كده رحت قافل التليفون بس كابتن انت لسه قايل دلوقتي ان كان في خلافات ايوه فهم. في خلافات اكيد اكيد يعني انا ما هي بتوصل يعني بتوصل للناس ما تعرفش فاهم في جهاز وفي لاعبين وفي طبعا طبعا للناس. بس انا بقول لك ايه انا بقول لك يا كريم يعني دي كانت في البدايه في البدايه احنا بقى لنا سنتين في المنتخب شغالين وخلاص والدنيا اشتغلنا والدنيا تمام انا جيت في المعسكر الاخير واحنا ماشيين طبعا خلاص احنا عرفنا ان احنا ماشيين فجيت الكابتن حسام نادالي في المطار قال له طارق انت عارف ان انت انا يعني بعزك وبحترمك قلت له والله كابتن وانا نفس الشيء قال لي بس ان عرضوا عليا في اتحاد الكوره باشمهندس احمد مجاهد ان هو عايز يمشيك وطلب مني انا بقول لك انا يعني دلوقتي الكابتن احمد مجاهد طلب من الكابتن حسام بدري ان انت اللي تمشي الكابتن حسام قال لي كده قال لي وانا قلت له لا امشي طارق ليه طارق ماشي كويس معايا واحنا الحمد لله ماشيين كويس والامور هاديه ومفيش مشاكل ومفيش انا لما رجعت بالذاكره لقيت الباشمهندس احمد مجاهد مكلمني من 6 يوم 26/12 او 27/12 تحديدا وعرض عليا ان انا امسك منتخب الناشئين 2006 كمدير فني 4 سنين ولا 3 سنين ما اعرفش وقلت له طب يا باشمهندس يعني كابتن حسام عايز يمشيني لو عايز يمشيني انا ما عنديش مشكله قال لي لا كابتن حسام ما يعرفش قلت له طيب ماشي حضرتك انا ما بنزلش سلمه انا صح. بطلع سلمه ما بنزلهاش بالظبط انت لو قلت لي كذا كذا اقول لك لو انتوا مش عايزيني كابتن حسام كلمك قال لك انا مش عايز طارق انا والله هطلع اتكلم وهقدم اعتذار وهطلع بقى ايه على المغرب على الامارات الحمد لله ما عنديش مشكله كان جاي لي عروض هنا في مصر قال لا كابتن حسام ما يعرفش حاجه وكده وبتاع مش مشكله انا عرفت الموضوع ده ان ايه من الكابتن حسام اتاري الكابتن حسام والباشمهندس احمد مجاهد والجهاز كله الجهاز كله عارف الا انا عارف القصه دي عارف القصه دي الا انا عرفتها يوم ماتش لما رجعنا يوم ماتش الجابون واحنا في المطار مطار مصر فاهم عرفت القصه دي لما كابتن حسام يناديني بيقول لي كذا كذا قلت له يا كابتن ده هو مكلمني من 4-5 شهور الباشمهندس وقال لي كذا 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 طب يعني طب انا مش فاهم طب كل ده وانا الوحيد اللي ما اعرفش الموضوع لقيت شادي بيقول لي ولقيت مش عارف مين بيه احمد يقول لي يعني ده اللي بيسموه يعني عايزين يخرجوا الكابتن طارق مصطفى خروج امن يعني هم كانوا متفقين ان انت تخرج خروج لا كابتن حسام لا كابتن حسام ما كانش عايز لا كابتن حسام ما كانش عايز ما هو قال لي كده في المطار قال لي خليه يقول لي كده فانا بص استغرابي فينا كريم ان الناس ان الكل عارف الا انا يعني انا فاكر انا حتى قلت لباشمهندس احمد قلت له باشمهندس احمد انا ما حدش هيعرف الموضوع اللي انا بيني وبينك ده خلاص ده حصل تليفون وخلاص وانا فعلا ما اتكلمتش في حاجه خالص انا زعلت لما حسيت ان ايه كابتن حسام عارف والجهاز عارف وان انت واتكلمتني وقلت لي تمسك ومنتخب 2006 ومش عارف طب انت بتقول لي ان انت ما حدش يعرف طب ليه طب ما يعني انا دايما يا كريم انا بحب الوضوح والصراحه صح. ماليش في الكلام ده ماليش فيه طب انا لو راجل انا راجل اتفضل انا لو راجل ناجح في الجهاز الفني المنتخب الوطني اللي يخلي اي حد عايز يطلع لي منه يعني انا دلوقتي شغال كويس والجهاز المعاون بيقول لي انت شغال كويس كابتن حسام بدري شايف ان انا بشتغل كويس ليه كان حد عايز يطلعك من الجهاز الفني المنتخب مصر
لا الله اعلم. انا 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 مش عارف ممكن يكون الـ الـ الموضوع وراء ايه. انا دايما بشتغل نيتي سليمه ودايما انا الحمد لله والشكر لله كل الناس عارفه عني كده. الناس اللي اشتغلت معايا لعيبه ومدربين عارفين عني كده. انا كريم معلش انا مجالي عروض. انا اقول لك حاجه، انا في مدربين شغالين في الدوري، مدير فنيين كانوا بيتحايلوا عليا يشتغلوا معايا مدرب عام. انا بقول انا لو يعني انا في حاجات انا يعني الواحد ما بيحبش برضو ايه يشتغلوا معاك هم مدربين طبعًا عام. طبعا معاك انت كمدير فنيين الحمد لله. لا انا اقصد ما في في الاماكن اللي انت اشتغلت فيها طبعا أنا الحمد لله. لا انا خلي بالك انا الحمد لله يعني ايه، انا الحمد لله الواحد دماغه حلوه يعني صحيح وانا عارف الحمد لله الواحد طبعًا واثق في قدراته يعني وعارف يعني الدنيا ماشيه ازاي. ولكن اللي انا بقوله لك ايه، طالما انا موجود في مكان مش هقول خلينا واضحين وصراحه مع بعض صح، قول لي والله كذا كذا، قول لي مش عارف ايه، ما يبقاش انت في اتفاق مش متفقين عليه، في اتفاق مع برايا انا وتيجي تقول ما حدش يعرف وما حدش يعرف وانا بكلمك عشان انا عارف ان في كذا. لا انا ما بحبش كده، خليك واضح وصريح معايا على طول صحيح، تاخد مني اللي انت عايزه بس صحيح صحيح. لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. احلى حاجه في الجول لسه دي. لسه كنت بحكي مع الكابتن طارق عن الجول اللي جه في الاخر ده في المكنس المغربي غلطه بدون قصد بدون قصد وبعد كده ردت بجول. احكي لنا القصه، فكرنا. هاتوا الجول تاني يا جماعه بعد اذنكم. بنلعب بالمكنس في المغرب في بطوله افريقيا مع الزمالك، وانا كنت بلعب باك رايت وانا مش باك رايت، فكان في مطره شديده جدا فالكره اتلعبت فبطلعها رحت متزحلق وبعدين غصب عني وبعدين بعديها ما فيش 10 دقايق ربنا كرمني جبت هو الجون ده بشمالي. كنت مكمل في شماله زي يمينه الحمد لله في الحته دي، فده جون بجونين هناك فالحمد لله. الماتش ده كان لان كان الكاس اتطرد الماتش ده وبنلعب 10 لعيبه كمان، كان جمهوره وكان كان المكناس كان فرقه كبيره جدا هناك يعني في المغرب. الجميل في الاجوان دي بحب اتفرج عليها، لا بحب اسمعها اكتر ما بحب اتفرج عليها اصلا. ليه بقى؟ الله يرحمه كابتن محمد حسام الماتش ده سلام. كابتن حماد امام الله يرحمه رحمه الله عليه كابتن ميمي الشربيني ربنا يديله الصحه يا رب اساطير. فبالتالي بالظبط كده حتى التعليق يعني تسمع التعليق لا انت مستمتع بالتعليق اكتر من الهدف فبالتالي لا يعني حاجة بتسعدني بصراحة. يا من سمع ان في هذا الشبل من ذكر اسد عندي اتنين والله. مين التقيل اللي فيهم؟ والله الاتنين مصطفى ومحمد كويسين. مين اللي قريب يلعب اول دلوقتي فريق اول؟ مصطفى لعب كويس دلوقتي. بيلعب 2001 في الزمالك وانا يعني بشوف ان مصطفى ان شاء الله السنة الجاية هيكون ليه دور كبير جدا. انا بتمنى ان هو يطلع اعارة لان مكانه فيه كتير جدا في الزمالك. هو بيلعب 10 10 بيلعب مكان اوباما مكان شيكا ودول لعيبه كبار جدا ايمن حفني. توقع يصعد الزمالك اول ولا ممكن يخرج بره ياخد فرصه ويرجع؟ لا انا شايف يعني هو لو تصعد اول انا شايف ان الفرصه بالنسبه له هو لعيب مختلف والله. هو لعيب لعيب مختلف، لعيب عنده رؤيه، لعيب يعني لو صار العاب كويس. لو تصعد اول يلعب تتوقع؟ مش دلوقتي بكلمك الراجل المدير الفني مش لا هو ما يلعبش دلوقتي كاساسي يعني ما يلعبش دلوقتي، هو لسه 2001 لسه قدامه السنه دي والسنه الجايه بس انا بتكلم لو اتصعد ياخد خبرات ياخد يتمرن مع لعيبه كبار يجي الدور عليه. عارف انا بتجنن من ايه يا كابتن طارق؟ انا خلي بالك اصل انا مدرب واضح يعني ما بجاملش يعني بس انا بتجنن من ايه ده؟ قلت جمله في النص دي سيبك من مصطفى يعني ابنك بس بشكل عام 2001 عنده 20 سنه صح؟
20 سنه دي يلعب يلعب فريق اول يلعب اساسي وزمايله في زمايله بيلعبوا يعني اقصد انه بص في زمايله بيلعبوا بس هي طبعا الزمالك والاهلي بتبقى الموضوع مختلف شويه فلازم تطلع اعاره عشان تثبت نفسك وترجع واتعملت كتير جدا 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 فلان ساعات الظروف ما بتساعدكش خلي بالك في مدربين بيحبوا يكرهوا معروف في مدربين بيجاملوا دي موجودة يمكن موجودة بشكل كبير جدا هنا في الدوري المصري وفي وكلاء شغالين كويس بيشتغلوا مدربين ممكن ياخدوا لعيبة من غير ما يشوفوه صح من غير ما يشوفوه صح فبالتالي لا أنا بكلمك على حد أنا شايفه في عندنا في الزمالك ناشئين كويسين جدا 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 محتاجين بس إن احنا الحتة نعتني بيهم شوية أعتقد هيبقوا في حتة تانية اللي جاي إيه بقى ليك أنت؟ لا اللي جاي أنا إن شاء الله يعني جات لي كذا عرض في المغرب تحديدا يعني في الإمارات ولكن أنا هستنى هنا شوية لأن أنا حابب أن أنا أشتغل هنا لأن الحمد لله عارف أن الفرصة ما هتجيلي هتروح في حتة بعيدة إن شاء الله راضي عن المستوى الفني للدوري حتى الآن يعني؟ طبعا يعني خلينا متفقين أن الدوري مختلف السنة دي صح مختلف في مدربين أنا بشوف إن هم السنة دي عندهم الجراءة شوية ودي ما كانتش موجودة قبل كده شوف الإمكانيات كمان الفنية أو المادية زي فاركو زي فيوتشر زي حتى الشرقية للدخان حتى لو من بعيد شوية غير السنوات اللي فاتت السنوات اللي فاتت كريم كنت بتلاقي الفرق اللي كانت موجودة زي الداخلية مع احترامي ليها زي أسوان الإمكانيات المادية ما كانتش قوي يعني. في رأيين يقول لك الدعم المالي الكبير اللي بقى أو الفلوس الكتير اللي بقت عند معظم الأندية دلوقتي ده يأثر على الكرة ويخليها حاجة سيئة وفي جزء تاني يقول لك لا طب هو ده بيعلى بالمستوى وبيعلى بقيمة اللاعبين وبيعلى من قيمة المنافسة أنت معاني ناس اللي المنظومة يبقى فيها فلوس والأندية كلها يبقى معاها فلوس جدا ويبقى غنية ويبقى فيه تنافس حتى على أسعار اللاعبين ولا تبقى الأمور هادية والأسعار معقولة؟ لا هو 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 الأمور طبعا المادية أوفر بشكل كبير جدا جدا لو رحت مثلت أو قلت الدوري الجزائري أو المغربي أو التونسي خلينا نتكلم في شمال أفريقيا عشان أنا اتعاملت هناك اعلى لعيب هناك ب 300 الف دولار اللي هو بيلعب في الرجاء والوداد عشان كده ما بيجي لك هنا هو جاي الخليج صح هو جاي الخليج مش يعني الاسعار دي من المغرب وتونس والجزائر جاي الخليج طبعا هنا في طبعا مصر. كلهم نفسهم يجوا يلعبوا في مصر يعني يعني فاهم فالموضوع مختلف لا اوفر في الناحيه الماديه بشكل كبير جدا 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 ولكن على المستوى الفني انا اشوف ان في يعني لا الماديات بتفرق في الجزئيه دي انما برضو انا بحب الفرق الشعبيه جدا لان الفرق الشعبيه بيبقى لها طبع خاص جمهور وانا نفسي الجمهور يحضر لان حضور الجمهور ونفسي في حاجه كمان يعني نفسي يبقى في ثلاث تغييرات مش خمس تغييرات نفسي يبقى ثلاث تغييرات الدرجه الثانيه فيها ثلاث تغييرات الناشئين فيهم ثلاث تغييرات ليه خمس تغييرات في الدوري الممتاز لا انت هنا عشان تبقى واثق في المدرب ما هو المدرب بيغير نص الفرقه صح فسهل المدرب بقت الامور بالنسبه له سهله صح. مفيش جمهور مفيش تغييرات خمس تغييرات الدنيا انما لما بيقابلك موقف او يقابلك ظروف او انت عملت ثلاث تغييرات او اعترض منك حد هتعمل ازاي مع المباراه صحيح. انت يعني في حاجات انت لازم عشان الدنيا تمشي بشكل سليم العالم كله دلوقتي ثلاث تغييرات صحيح. الدوري المصري الوحيد حتى في على مستوى الناشئين خمس تغييرات على مستوى الدرجه الثانيه عندك ثلاث تغييرات الدوريات كلها اتغيرت وبقت ثلاث تغييرات حتى احنا غيرنا في الدرجه الثانيه وثلاث تغييرات كانت حاله استثنائيه بسبب كورونا وخلصنا خلاص وانا كريم لو عايز اعمل خمسه اعملها للدرجه الثانيه مش للدوري الممتاز ده اولى عندك حق ده اللي بيلعب الساعه 3 الظهر ايوه دي ظروفه صعبه ده اللي عنده مشاكل واصابات وغيابات ولاعيبه ما بتاخدش انما انت لما تكون مدرب معلش مع احترامي عندك خمس تغييرات وبتلعب بالليل ولا لو تيجي تقول لي بعد كده تغييراتك كانت ناجحه لا عملت خمس تغييرات بقى في منهم اثنين فلتوا كويسين ما انا بقول لا ما تعرفش صحيح. تحسبها كده صحيح ولكن صحيح. انا اشوف ان لا محتاجين في حاجات شويه كده لازم تتظبط هتلاقي الامور راحت في الدوري لحته ثانيه ان شاء الله كابتن طارق انت حقيقي شرفتني ونورتني حبيبي مبسوط جدا عشان عارف ان انت تعبان وجيت النهارده حبيب. فوق دماغي وفوق راسي حبيبي الله يخليك يا انا اللي مبسوط معاك حبيب. وبشكرك وبشكر الاعداد اشكرك دايما بتمنى لك التوفيق ان شاء الله مبروك كمان مره على البرنامج التوفيق ليك ان شاء الله الله يبارك فيك اشكرك شكرا جزيلا ده كان لقاءنا مع النجم الكبير كابتن طارق مصطفى ودي ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 اشوفكم يا رب على الف خير